الجميع. إن شاء الله إن شاء الله، الله يديك الصحة والعافية إن شاء الله. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور ياس، والله بخير، يديكم العافية، إن شاء الله كلكم طيبين. الحمد بارك لله بخير. طيب، هنبدأ البث عبر مجموعة الباحثين السودانيين، وممكن تبدأ طوالي يا دكتور ياس. خلاص تمام إن شاء الله. دقايق بس نبدأ البث. ممكن تديني لو عايز 5 دقايق ممكن انتظرك يعني. جدا جدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم الثالث لدورة مهارات التحليل الإحصائي للبحوث العلمية مع الدكتور إياس جعفر، مبثوثة عبر مجموعة الباحثين السودانيين. اتفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بكل الحاضرين إن شاء الله اليوم برضو معنا في دورتنا مهارات إتقان التحليل الإحصائي في البحوث العلمية. شايف لسه في حدود تقريبا 20 عندك، لكن المفروض أتوقع أكثر من كده شوية. ما أعرف نبدأ على طول ولا ننتظر شوية؟ ممكن تبدأ دكتور، لأنه هي مسجلة الجلسة، فممكن يجي يحضرها بعدين عشان ما تطول الناس بعدين يزنقوا في نهاية اليوم. طيب بدايتنا إن شاء الله اليوم حتكون عن اليوم أول مقابلة أو أول لقاء مع البرنامج بتاعنا حنطبق عليه، اللي هو برنامج الـ SPSS. و هنمر مع بعض على الأشياء الأساسية في برنامج الـ SPSS. هنشوف طبعاً إحنا ما هنركز على التطبيقات الموجودة في الـ SPSS كلها، إنما هنمر على التطبيقات الأساسية في برنامج الـ SPSS. طيب في التعامل مع برنامج الـ SPSS طبعاً بيكون في اللي هو في داتا الـ SPSS داتا أناليسيس، يعني أو طريقة التعامل مع تحليل البيانات على برنامج الـ SPSS. اللي هي الـ SPSS داتا أناليسيس بشكل عام، اللي هو التحليل الإحصائي على الـ SPSS. فيه هو أهم حاجة، اللي هو حاجة اسمها الـ SPSS Data Management، اللي هو من ناحية تكنيكالي، من ناحية فنية، مهم جدا بالنسبة للباحث إنه يعرف الـ SPSS Data Management، كيف يتعامل مع البيانات أو يدير البيانات أو يتعامل مع البيانات في برنامج الـ SPSS. طبعا الـ SPSS Data Management فيها جانبين. الجانب الأول حسب بالترتيب، كمان الجانب الأول بالترتيب، اللي هو defining variables، دي عملية تعريف المتغيرات، كيف يعرف المتغيرات على البرنامج على SPSS. والجانب الثاني بالترتيب طبعا، عندنا الترتيب مهم جدا، لأنه definition of variables أو defining variables بيجي دائما قبل الداتا انترينج او انترينج او الداتا. فالداتا انترينج او ادخال البيانات بيجي في الترتيب بعد تعريف المتغيرات. بعد ما ننتهي من العمليه دي، اللي هي عمليه ادخال البيانات وتعريف المتغيرات، بنجي للعمليات الاحصائيه، اجراء العمليات الاحصائيه في برنامج الاس بي اس، اللي هي الاس بي اس ستاتستيكال اناليسيس. مهم جدا زي ما شرحت لكم في الجانب النظري، انه يكون في التمييز بين المتغيرات، اللي هي بين الكوانتيتيف فاريبلز والكواليتيف فاريبلز، المتغيرات الكميه او القياسيه والمتغيرات النوعيه او الاسميه او الوصفيه. التمييز بينها مهم ليه؟ لانه كل واحد من هذه المتغيرات يكون عنده مسار معين. يعني مثلا المتغيرات الكمية في برنامج الـ SPSS، الإحصائيات اللي بيعتمد عليها اللي هي بسموها descriptive statistics، descriptive statistics. أما في الجانب الثاني اللي هي متغيراتها النوعية، الإحصائيات اللي بيعتمد عليها في برنامج الـ SPSS سموها frequencies أو الإحصائيات التكرارية، هذه خاصة بالqualitative variables. هنشوف الكلام ده مع بعض عمليا شوية.
اتمنى كل الناس يكونوا موجودين معانا. عشان نبدا الجانب التطبيقي والجانب العملي. طيب تقريبا عايزين نشوف اغلب الناس هل عندها البرنامج نزل عندها والان هي جاهزه تتعامل معانا في الجانب التطبيق، ولا في الناس ما اغلبها ما نزل لها البرنامج او لقيتها مشاكل؟ لا انا ما نزل معي يا دكتور طارق. لا للاسف ما نزل والله. 18 ولا 25؟ حتى القديم اللي عندي. ايوه انا طارق، انا نازل معي 25. طيب. طيب 25؟ طيب. انا ابتهال. ايوه. انا ابتهال وبرضه ما نزل عندي. انا 18 ولا 25؟ الاثنين والله. لا طيب المشاكل شنو؟ يعني مثلا نسمع بينكم واحد واحد بس شوية كذا نشوف الحاصل شنو. أنا ميعاد البرنامج بعد ما دخل ورتب وكل حاجة وأدخل يعني فينش، يعني بحصل مرحلة فينش، لما أجي أفتح البرنامج برجع أستب لي من جديد، ولدرجة إنه يعني عمل ريستارت للجهاز أمس وكل حاجة بس برضو في النهاية ما اشتغل، يعني كل مرة بيرجع من جديد، ما أعرف المشكلة شنو. طيب ما في مشكلة، احنا ممكن الناس اللي حتى عندها مشاكل دي بعد ما نخلص المحاضرة اليوم بنعالج لها المشكلة بتاعت التنزيل، وبعد ذاك الناس يكملوا مع بعض ان شاء الله يعني. طيب يعني طبعا اصلا حيكون بكرة عندنا ان شاء الله حيكون عندنا جروب ديسكشن، يعني حيكون عندنا تمرين على شغل الليلة كويس، و من خلال التمرين حنقدر نعرف يعني نشوف المشاكل بتاعت الناس وحل التمرين كيف يعني. متوقع انه المفروض يعني طبعا احنا العدد تقريبا يكون ظاهر عندنا في الشاشه تقريبا في حدود ال كم و 30 مشارك مش كده؟ فنتوقع انه مثلا كل مجموعه يكون فيها 5 مشاركين تقريبا، يعني يكون عندنا زي 5 6 مجموعات كده. رأسي دكتور أنور يكون في زي 5 6 مجموعات، كل مجموعة يكون عندها ليدر، والليدر بيجي يقدم البرزنتيشن بتاعه بكرة إن شاء الله، هنديهم الواجب التطبيق إن شاء الله الليلة. نشوف البرزنتيشن بكرة من خلال البرزنتيشن برضو ونحل التمرين، نشوف الناس دي المشاكل اللي لقيتها وين في التسطيب يعني. طيب نبدا هسي في التطبيق على البرنامج الاتش بي اس، هناخذ الاحصائيات الوصفيه البسيطه، يعني هناخذ في يوم الليله احصائيات الوصفيه البسيطه. طبعا التطبيق الاتش بي اس فيه احصائيات كثيره جدا، نحن هنركز على الاحصائيات المهمه، نركز على الاحصائيات المهمه زي ما ذكرت لكم قبل شويه. المسار بتاعنا لو كان عندنا متغير كمي حيكون عندنا احصائيات معينه، ولو احنا بنتكلم عن متغير نوعي يكون عندنا مسار معين. يعني مثلا المتغيرات الكميه القياسيه بنستخدم معها الديسكريبتيفز، والمتغيرات النوعيه بنستخدم معها فريكوينسيز. طبعا الخلط بيناتهم الاثنين بيديك مينينجلس ريزلت، يعني بيديك نتائج لا يمكن الاستفاده منها او ما تقدر تفسيرها، ما حتقدر تفسيرها يعني اصلا. طيب طبعا البرنامج بنفتحه من الويندوز العاديه كويس، نفتح معاك برنامج بتاع زيه زي اي برنامج في الويندوز. طبعا هو فيه فيرشنات كثيره، هو بدا من فيرشن 1 بسنه 1960 من القرن الماضي 1960 فيرشن 1، واستمر لحد فيرشن 5 من جاء البرنامج بتاع الويندوز، من جاء برنامج تشغيل ويندوز اوبريتنج سيستم ويندوز. ظهر اول فيرجن اندر ويندوز كان فيرجن 7، بعد كده ظهر فيرجن 7.5 8 9.5 10، لحد ما الان وصل لحد تقريبا فيرجن 27.
طيب بيجي كل سنه تقريبا الاس بي سي بيطلع اصدار جديده. تقريبا سنه 1995 ظهر الويندوز وظهر معه الفيرجن 7. كان فيه واجهه واحده في تقريبا سنه 99 او 2000 بدا يظهر الاس بي سي اس بشكله الحالي. يعني التغيير اللي حصل تقريبا من سنه 99 2000 فيرجن تقريبا فيرجن 10 الى الفيرجن الاخير الان 26 او 27. برنامج طبعا 25 تقيل شويه على كذا، 18 سائل بسيط سائل خفيف يعني اخف منه، لكن طبعا 25 فيه مزايا كثيره، فيه تطبيقات احصائيه متقدمه ل 25 او 21 22 لحد 27. الان برنامج يفتح لنا ان شاء الله. نحن حنركز اكثر حاجه يا اخواني قلت لكم على الاحصائيات الاساسيه، وفي نفس الوقت حنركز على الانتربريتيشن، يعني نفسر كيف الاحصائيات، كيف نستخلص الصور التحليليه من شنو، من النتائج الاحصائيه. ده اللي حنركز عليه. وايضا حنركز ثاني على الاحصائيات، كيف نحن ممكن نركز على الاحصائيات. يعني مثلا الاحصائيات نختار الاحصائيه اللي بتتناسب مع المتغير، كيف نحن نركز برضو على الحته دي. دي اهم حاجه، لانه طبعا عمليه تحديد المسار لاختيار الاحصائيه اللي بتتناسب مع المتغير دي حاجه مهمه جدا. اذا حركز على حاجتين، حركز على الاحصائيات الاساسيه، حركز على كيفيه اختيار الاحصائيه اللي بتتناسب مع المتغير، وحنركز على الانتربريتيشن، تفسير النتائج الاحصائيه حتى لو كانت بسيطه، حتى لو كانت بابسط صوره يعني، لكن نتعلم مهاره تفسير النتائج الاحصائيه. طيب مثلا طبعا هذا البرنامج، الواجهه بتاعت البرنامج بيكون فيه طبعا برنامج فيه واجهتين اساسيتين، في واجهه خاصه بالمتغيرات اسمها داتا فيو، دي خاصه بالمتغيرات تحتي، يعني البيانات بتكون هنا موجوده، تكون موجودة في المكان ده. في واجهة تانية اسمها Variable View، هي دي الواجهة الخاصة بالمتغيرات، اللي دي بنبدأ بيها نحن عملية تعريف المتغيرات. طيب الواجهة الخاصة بتعريف المتغيرات دي هي بتكون دائما نقطة البداية، فيها طبعا دكتور. ايوه انا ظهر لي الشاشه بس اللي تكلمت عنها في الاس بي اس اس داتا اناليسيس دي اللي هو البرزنتيشن، انت مشيت عامل ديمو على السيستم ولا؟ ايوه ما ظهر لي الديمونستريشن بتاع السيستم، ما واضح. لا يعني أيوة. مثلا انت عامل شير للباوربوينت، عامل ايوه عامل شير للباوربوينت. ايوه طيب ايوه بعدك سؤال بسيط يا جماعه، انا سالت السؤال ده في الواتساب جروب. انا عندي ماك بوك، البتاع ده ما نزل لي في الماك بوك، ما عارف في سوفت وير ثاني ولا لا؟ لا والله هو بس بيشتغل مع الويندوز بس يعني. ايوه عشان كده ما ضبط معي عشان كده. هو الماك طبعا بيكون عنده فيرجن خاص به، ولكن طبعا انا ما عندي والله، بس احنا ناس يعني كلاسيكال شويه مع التويوتا وكده. الله يكرمك. لسه شغالين مع الهايلوكس ده والكابينه والكوريلا 90 ولا هي 81 ولا 80 ما اعرف. كويس الكوريلا كويس. في ناس لسه على الكريسيدا زي ما قال. ايوه طيب كده افتكر السكرين ظهرت لكم مش كده؟ طيب اسف كبير والله معلش ما عملت السكرين واضحه ظهرت. طيب خلاص عندنا طبعا قلنا عندنا واجهتين،
واجهه الداتا فيو والواجهه الثانيه الفاريبل فيو. الداتا فيو هي دي الصفحه او الواجهه الخاصه بالبيانات، والثانيه خاصه بالمتغيرات. طبعا الخاصه بالبيانات اللي بتصل لك فيها الداتا فيو بتصل لك فيها المتغيرات كاعمده اللي بار 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 دي للفاريبلز يعني، و الأعمدة تمثل المتغيرات والصفوف تمثل الكيسز اللي هي number of observations اللي هي n يعني small n أو sample size أو whatsoever. الـ variable view اللي هي الأعمدة بتمثل الخصائص المتغيرة اللي هتنزله، والصفوف بتمثل لنا المتغيرات بتاعتنا اللي هننزلها. يعني مثلا أنا عندي في الكوتشين 15 سؤال، معناها احتاج ل 15 سطر، احتاج ل 15 سطر من الاسطر دي او 15 صف وهكذا. طبعا انا حابدا معاكم بتطبيق بسيط جدا اوريكم كيف احنا ممكن نعمل العمليه دي. عندي فايل هستدعيه بعد شويه هيجينا هنا، الفايل ده هوريك كيف انا بنزل فيه البيانات حقتي. اهم حاجه في المساله دي انه بيكون عندك النيم اللي هو اسم المتغير ده عنصر مهم العمود ده، والتايب طبعا نيوميريك يعني احصائي، اغلب المتغيرات الاحصائيه بتكون نيوميريك ده ما فيه مشكله. الويدث ما مهم، يعني الويدث ده يعني بوريك عدد الخانات اللي انت محتاج لها عشان تنزل القيم المتغير في البيانات حقتك. الديسيمال اللي هي الخانات العشرية المحتاج لها عشان تنزل المتغير في البيانات حقتك. الليبل مهم، الليبل ده عبارة عن العنوان او عبارة عن اسم المتغير كاملا بعدين بصير لك في النتائج. الفاليوز ده مهم جدا، الفاليوز اللي هي دي الخلية الخاصة بتعريف او ترميز المتغيرات النوعية. يعني إذا كان عندك متغير اسمي تحتاج للفاليوز دي، الخانة بتاعت الفاليوز دي عشان تحدد المتغير ده، لأنه هو اسمي فالاسم سيس ما بيتعامل مع الأشياء الاسمية أو الرمزية، فبيتعامل معاه بشكل رقمي. فأنت تحاول تعمل كودينج للمتغير الاسمي، بتعتقد ساعة المتغير الاسمي تحوله ليه دلالات رقمية هو يفهمها بعد كده ويتعامل معه. فهنا الخلية دي مهمة جداً، دي تحت الفاليوز اللي بتعمل فيها فاليو ليبلز يعني تعرف المتغير النوعي. طيب تقريبا دي الاشياء المهمه في النافذه دي، ما في ثاني حاجه مهمه غير انه ممكن تكون الميجرمنت برضو مهمه هنا. تقريبا الميجرمنت بتحدد فيها نوع المتغير بتاعي، هل هو متغير نوعي اسمي اوردينال ولا نومينال، طبعا زي ما شرحنا في الجانب النظري. لكن طبعا هي برضو من ناحيه فانكشنال يعني في عمليه تشغيل البرنامج ما بتفرق كثير. الميجرمنت دي بالنسبه لك انت كيوزر للبرنامج عشان تعرف بعدين شكل الداتا من خلال الداتا بتاعتك، تعرف نوع المتغير ده هل هو نومينال ولا اوردينال ولا سكيل وهكذا. لكن من ناحيه فانكشنال ما بيفرق في السبيسز يعني. تقريبا دي اهم النوافذ او اهم الحقول اللي بيتعامل معها برنامج الاسم. ايوه معلش النوافذ ما سمعتك طريق، معلش النوافذ لو سمحت ممكن سريع كده نعيدها. نعم هي طبعا يعني هي تطبيقيا هسه لما نمر عليها بتظهر الصوره يعني اكثر شيء، لكن اهم حاجه فيها النافذه بتاعت النيم، ليبل، فاليوز، بس عشان ما مسحمكم بالحياه الكثيره اللي قدامكم دي. اهم حاجه في النوافذ دي في الخلايا دي كلها الخليه الخاصه بالنيم اللي هو اسم المتغير. طبعا ده عنده شروط برضو، يعني انت ما ممكن تكتبه في اكثر من 8 خانات، ما يكون فيه سبيس يعني ما يكون كلمتين مع بعض، يكون كلمه واحده، ما تستخدم فيه الرموز الغير رقمية يعني مثلا زي النجمة أو الدولار أو الماينس أو البلس ما يقبل.
لانه ده عباره عن كود، بعدين هو عباره عن كود بيظهر عنده في البروجرام سيستم بتاع الاس بي اس بيلخبطه. يعني كده بيديك فيه شروط معينه تكتبه دائما في حدود 8 سطور. ففي الغالب دائما النيم ده فالناس بيكتبوه باختصار، يعني مثلا هو السؤال الاول في الكويشنير تسميه كيو 1 كده خلاص كفايه. كويس، يبقى النيم مهم مهم تتنزله عندك هنا. الليبل برضو مهم لانه ده الاسم بتاع المتغير اللي بتظهر لك بعدين النتيجه على اساسه. فلازم هنا كيو 1 ده انا قصد بها شنو؟ هل قصد بها مثلا جندر، قصد بها الايج، قصد بها الويت، قصد بها شنو؟ لازم الفيريبل كامل يصير لي هنا في الليبل. الخليه الثالثه المهمه جدا، اهم خليه، اللي هي الفاليوز. الفاليوز انا محتاج اعرف المتغير النوعي لشنو للسيستم بتاعي هنا. لازم الاس بي اس اما يقول له والله جندر، انا قاصد بالجندر عندي فيه هنا اثنين نوعين او تو كلاسز او تو كاتيجوري. عندي فيه واحد مثلا الميل، اثنين الفيميل، لانه هو ما بيعرف ميل ولا فيميل لكن بيفهم الارقام، فيتعامل معاه كارقام. فانت لما تقوم تعمل كودينج للفيريبل حقك هنا تستخدم الفاليوز هنا، تستخدم الفاليوز. هنشوف هسه هنطبق عليه في حاجات عندنا في المثال حقنا ان شاء الله هناخده مع بعض. تقريبا دي اهم ثلاثه حقول في تطبيق الجانب التطبيقي بالنسبه للاس بي اس. في حاجات متقدمه جدا لكن الناس ما بيحتاجوا لها اكثر يعني كثير زي دي، لكن دي المفتاحيه، يعني دي الحقول المفتاحيه في التعامل مع برنامج الاس بي اس. واضح؟ طيب الناس اللي نزل عندها البرنامج، الناس اللي عندها نزل عندها البرنامج كويس واسي موجود معاه البرنامج، يا ريت لو خطوه بخطوه يتابعوا معي، يعني يكون خطوه بخطوه، انا بعمل الخطوه هنا قدامهم هم يتابعوا معي خطوه بخطوه. طيب طيب هنبدا هسه ان شاء الله. انا مثلا عندي مثلا ملف ده هفتحه لكم بعد شويه، هنشوف شكل البيانات شكلها كيف. طيب طيب ده ملف عادي يعني زي برنامج، طبعا الاس بي اس اندر ويندوز زي اي برنامج بيشتغل في اندر ويندوز. يعني مثلا الملف ده اسمه دي اس ار سي، فبيظهر اسمه فوق هنا شايف دي اس ار سي دوت سيف، يعني ده برنامج او ملف موجود على برنامج الاس بي اس. طيب لاحظ معي هنا، لاحظ معي انا عندي هنا النيم بتاع الفاريبلز هنا، عندي تقريبا كم متغير انا في الكويشنير دي، تقريبا عندي كم متغير ظاهر عندكم؟ 10 متغيرات صح مظبوط. طيب المتغيرات الكميه طبعا ما بحتاج اعمل لها فاليو ليبلز زي ما قلت لكم هسي، لانه عمليه الفاليو ليبلز يعني الخانه بتاعت الفاليو ليبلز دي خاصه بشنو؟ تختص فقط بتعريف المتغيرات النوعية. يعني دائما لما يكون عندي متغير كمي زي الايج هنا متغير كمي ما بحتاج اعمل لي فاليو ليبل، لكن مهم اسميه ايج مثلا باختصار يعني اسم مختصر له. اجي ادخل في تفاصيله هنا، يعني اكتب تفاصيله كاملة هنا زي ما موجود في الكوشنير او زي ما موجود في الداتابيز بعدين حتعامل معاه. فالليبل ده ده بتظهر لي بيه النتيجه بعدين، يعني الاوتبوت بتاع الاحصاء لما يطلع الاحصائي بيكون مكتوب بالليبل، يعني معنون بالليبل بتاعنا. يعني مثلا هنا ايج اوف امبلوي يعني ده عمر الموظف، معناها دي بيانات خاصه بالموظفين، عندي فيها 10 متغيرات. كويس؟ 10 متغيرات. طيب هنا في الميجرمنت، لاحظ هنا في الميجرمنت الايج طبعا بيصير لي هنا سكيل صح؟ سكيل شايف؟ الايج هنا سكيل. سكيل يعني قياسي طبعا احنا ذكرنا الايج عباره عن متغير كمي. مثلا الويت هنا الويت كفيريبل ويت ليبل ويت اوف امبلوي يعني ويت اوف امبلوي يعني اللي هو
وزن الموظف. طيب الوزن ده برضو متغير كمي ولا نوعي؟ متغير كمي كونتيتيف او قياسي، وبالتالي انا ما هحتاج فاليو ليبل، فاهم؟ لانه المتغير ارقامه بتعبر عنه، مغير نفسه ارقامه بتعبر عنه، ما احتاج انا اعمل له ترميز رقمي عشان البرنامج يفهمه. طيب حاجه مثلا هنا في الجندر، هنلاحظ هنا في الجندر جندر اوف امبلوي ماشي، النوع الموظف. ايوه هنا حاجي في النوع الموظف حلقة انه انا محتاج اعمل فاليو ليبل، لانه المتغير ده طبيعته انه متغير نوعي اسمي فيه ميل ام فيميل، فمحتاج اعمل كولينج للميل واعمل كولينج للفيميل. فبجي هنا في النافذه بتاعت الفاليوز، بضغط هنا في الطرف هنا واكتب واحد، اكتب رقم واحد هنا للفاليو واحد ده انا قصد بها شنو الليبل بتاعه ميل. وبعد كده اعمل اد، لو عندي كاتيجوري ثاني بكتب اثنين هنا والليبل بتاعه فيميل. لو انتهيت خلاص بقوم بعمل بضغط اوكي. اذا خلاص انا عرفت الجندر بالنسبه لي هنا فيه ميل ام فيميل. هاجي مثلا لمستوى الدخل، مستوى الاجور بتاعت الموظفين، مستوى الاجور حلقة متغير بتاعي هنا متغير كمي هنا ليفل اوف انكم، فما حتاج اعمل فاليو اللي بتاعي هنا نون فاليوز نون. هاجي المتغير اللي بعده الاديوكيشن، مستوى تعليمي، المستوى التعليمي بالنسبه لي الموظف ده ليفل اوف اديوكيشن بالنسبه للبلوي. هنا الليفل اوف اديوكيشن متغير نوعي كواليتيف، معناها لازم اعمل له كودينج. فيجي هنا حسب المثال حقي بالكوشنير الموجود عندي سكندري كود واحد، يونيفرسيتي بوست جراديويت وهكذا، كل واحد ديته كود وهكذا. لما اجي للسموكينج، السموكينج برضه حلقاه متغير كواليتيف كواليتيف فيريبل. السؤال في الكوشنير ار يو سموكينج، وهنا احتاج الليبل لانه كواليتيف، واحد حيكون يس، اثنين حيكون نو وهكذا. طيب بالنسبه لنفس الفيريبلز ذكرناها قبل شويه، هنا عندنا مثلا الايج كان سكيل، الويت سكيل، الجندر نومينال. شوف هنا في الميجرمنت، طبعا دي اخوانا ما دي التمييز في الميجرمنت ما فانكشنال بعدين، يعني ما بأثر في النتائج، لكن بيكون بالنسبه للانترفيس بتاع المستخدم عشان يقدر يعرف المتغير ده نوع شنو. مثلا لو جاتني داتا عايز اعمل لها اناليسيس، لو شوف ميجرمنت بقدر اعرف نوع المتغير من الميجرمنت او من الميجر هنا الحقل بتاع المقاييس ده. فهنا مثلا الجندر باللغه نومينال، الانكم طبعا سكيل وهكذا. الطريقه دي لحد ما اخلص البيانات حقتي. طبعا هناخد مثال الان، هنطبق المثال ده، عايزكم مع بعض الناس الموجودين معي يبدوا يطبقوا المثال. هناخد المثال كالاتي، طيب هناخد المثال كالاتي. انا عايز مثلا في الفيريبل فيو، تفتح لنا الفيريبل فيو عندك، واي واحد تلاقي مشكله يقول لي يعني، او ممكن يعمل شير، ما اعرف هل ممكن يعمل شير دكتور انور، وفي واحد ممكن يعمل شير للشاشه بتاعته لو في مشكله او كده. اي ممكن اعمل شير يا دكتور. طيب خلاص، طبعا لانه في واحد عنده مشكله او ما حاجه ما وضحت لي، او لقيت مشكله شير، هم ممكن زول ثاني يعمل شير. اي ايوه كويس. طيب طيب انا عايز برضو انبه الناس حته بس مهمه، عايز نسيتها والله، حته مهمه جدا والله. طيب لاحظ معي هنا عشان تقدر تعرف انه البرنامج ده شغال معك يعني اكتب ولا لا، بتجي هنا في الشريط تحت اسفل البرنامج يقول لك هنا الاس بي اس ستاتستكس بروسيسر از ريدي. لو قال لك كده معناها البرنامج ده جاهز انه يتعامل معك في استخراج الاحصائيات. ممكن يقول لك اديك اشاره ثانيه، يقول لك اس بي اس ستاتستكس بروسيسر انا افيلبل. لو اداك رساله زي دي اعرف انه جهازك فيه بس الانترفيس بتاع
بتاعت الاس بي اس الويندوز يعني بتاعت الاس بي اس، لكن هو ما حيشتغل معك، ما اكتف يعني. هي الرساله السالبه دائما، الرساله السالبه اس بي اس ستاتستكس بروسيسور ان افيلبل، لو قال لك كده معناه عارف ان جهازك ما حيكون اكتف في العمليه بتاعت التشغيل يعني. الرساله الايجابيه دائما بتكون بروسيسور از ريدي، ذيس از جود. اذا اي رساله زي دي او موجوده قدامك معناها برنامج فعال يعني. خلاص كل اكدوا، بس كل الناس يتاكدوا من الرساله دي لو موجوده عندهم ولا لا. اس بي اس بروسيسور از ريدي از جود معناها انت كويس ممكن تشتغل على البرنامج. خلاص طيب انا عايز مثلا الناس تفتح الملف جديد يعني تقوم فايل. طبعا انت هتفتح برنامج، مجرد ما فتحت البرنامج هيديك ملف جديد فاضي، هتقوم تفتح لنا الصفحه بتاعه الفاريبل فيو. هنا فاريبل فيو، في الفاريبل فيو تقاطع الرقم واحد هنا مع النيم اكتب لنا ايج، اكتب ايج واستخدم السهم، السهم بتاع الكيبورد، امشي بخطوه واحده بعد ما تكتب ايج اكتب امشي بالخطوه اليمين يعني اكتب ايج كده وامشي يمين على طول كده يعني اضغط بالسهم اليمين اتجه يمينا عدي الويتس ديسيمال زي ما هي خليها. تعال فينا في الليبل اكتب اي اوف امبلوي وعدي بالسهم اليمين عادي. طبعا في الفاليوز هنا هتلقى انه الايج ده متغير، شنو متغير؟ كمي، ما تحتاج تعمل فاليوز، عدي يعني باس، امشي في الميسنج باس. ميسنج يعني ميسنج يعني لو عندك بيانات مفقوده يعني متغير ده فيه بيانات مفقوده بتيجي تعمل لها كودينج بعدين هنا، دي مرحله ثانيه. لكن احنا نفترض ما عندنا ميسنج، فحنيجي في الفاليوز نون ميسنج نون كولم 8 خليها زي ما هي. الالاينمنت اللي هو الحاجات الشكليه يعني مثلا بعدين البيانات حقتك تنزل في السنتر بتاع العمود اليمين العمود واليسار العمود، حاجات شكليه ما مهمه. تيجي في الميجرمنت حط سكيل، الميجرمنت اختار سكيل انت هنا انتهينا ولا لسه؟ انتهينا من المتغير الاول؟ ايوه انتهينا. ممتاز، طيب نشوف المتغير الثاني. لو سمحت يا دكتور. ايوه. ظهر اثنين بس كده في الويتس والديسيمنالز عادي يعني؟ عادي عادي، الويتس دي اصلا ديفولتد يعني اصلا موجوده في المبرمجه. يعني هي ما مهمه طبعا يعني مثلا ما حاجه بتأثر على التحليل. الحاجات المهمة في الخلايا دي اللي بتأثر على التحليل اللي هو النيم والليبل والفاليوز، ثلاثة خلايا دي نيم ليبل فاليو. طيب التايب نيوميريك في أنواع تانية من المتغيرات يعني مثلا في لو احنا فتحناها كده في أنواع تانية، لكن نيوميريك يعني متغير إحصائي أنا بقدر أعمل عليه إحصائيات. في مثلا عكسه على عكس النيوميريك طوالي في حاجه اسمها سترينج. سترينج يعني حاجه حرفيه يعني متغير حرفي يعني ممكن يكون اسم الموظف اسمه، هل اسمه ده انا بحتاج اعمل له احصائيات يعني مثلا بعدين اسم الموظفين دي بخطه قدامي كده اعمل على احصائيات اقول بس محمد نسبته كم في المية ما مهمه صح. فانت دائما مثلا حياتك اللي عندها علاقه بالداتابيس بالاي دي يعني حياتك المتعلقه بالاي دي بتاعت الاوبزرفيشن دي الاس بي سي اس او الستاتستيكال كونسبت ما بيركز فيها او الستاتستيكال ابلكيشنز ما بتركز فيها. يعني سترينج معناها حاجه داتابيز حرفيه يعني، لكن اهم حاجه انه متغيرك لو عايز تعمل عليه احصائيات تختار له نيوميريك. تقول ليه نيوميريك؟ نيوميريك ترجمتها معناها احصائي يعني متغير احصائي. طيب طبعا الويتس بتجيك باي ديفولت اصلا 8 موجوده عنده. الديسيمال طبعا الديسيمال احيانا ممكن احتاج ليها في بعض البيانات يعني مثلا لو انا بتعامل مع بيانات فيها ارقام عشريه يعني مثلا بتكلم عن الاوزان بتاعت اطفال مثلا اطفال من عمر شهر الى سنه او اطفال من عمر
سنة إلى 5 سنوات. ليس أنا عايز أوزانه ممكن تصل لي بالجرام، يعني بالكيلو معها الجرام أو بالرطل وهكذا. فهنا الدسيمال معناها الرقم العشري بعد الرقم الصحيح. يعني مثلا أنت محتاج يعني في العمر ده مثلا ده أعمال موظفين محتاجين، إحنا للرقم العشري ما محتاجين. يعني في موظف عمره 40 سنة، أقول 40 سنة ونص يعني ما مهم يعني. فهنا الدسيمال اللي هي دي عبارة عن الأرقام العشرية بعد الرقم الصحيح. يعني هنا مثلا أنا لما نكتب التاء هنا معناها أنا محتاج لخانتين عشريتين. لما أختار هنا مثلا 4 معناها أختار 4 خانات عشرية وهذا. فدي خلوها حسب المثال حقنا هنا 0. هي مرضو يعني ما مهمة بالنسبة لي، أنا حركز على الحياة المهمة خالص بالنسبة للمثال حقنا ده. طب خلاص إذا المتغير الأول إيج، المتغير الثاني حاجة تحت منه طوالي يعني قصاد الرقم 2 ده المتغير الثاني. طبعا حسب الكوشنير عندي هنا كوشنير السؤال الثاني الويت، هقوم اكتب هنا ويت وامشي بالسهم اليمين، وامشي بالسهم اليمين عادي هنا تايب نيوميريك الويت 8. هنا في الليبل المهم اكتب ويت اوف امبلوي، يعني اسمي المتغير تسميه كامله. طيب حاجة أشوف بعد ما عملت الويت اوف امبلوي، هل المتغير الويت ده كمي ولا نوعي؟ يعني هل اسمي ولا قياسي؟ قياسي. قياسي كمي، يعني أنا ما محتاج أعمل له values بالتالي باس على طول. قياسي بالتالي باس، يعني أنا عدي منه. حاجة هنا في الميجرمنت، طبعا الالاينمنت زي ما قلت لك عباره عن حاجه تنسيقيه، بس تنسيق متغير بعدين بياناته صار لك يمين يسار في الوسط، حاجه تنسيقيه ما عندها علاقه بالاحصائيات، يعني ما بيأثر في الجانب الاحصائي. طيب الميجرمنت طبعا حيكون سكيل، سكيل يعني كمي، تمام. طيب عندي المتغير الثالث بتاعي في الكوتشينير حقي اللي هو الجندر. طيب انا بسال الزول ده في الكوشنير الجندر، النوع هو ميل اور فيميل، هو بيعمل تيك. طبعا الجندر هنا سمي جندر، وبيجي هنا في حتى في الويتس او الديسيمال زي ما هي حاجه في الليبل هسميه ايج اوف امبلوي، لكن لانه هو متغير نوعي هنا لازم اعمل له فاليو ليبل، بيظهر الفاليو ليبل كده. ايوه فبيظهر لي فاليو ليبل. ايوه بسحب كيف الفاليو ليبل هنا، بعمل التعزق هذه وبعدين بفتحها بالتعليق بضغط عليها بستعمل كليك. ايوه سوري معلش، دي هنا بيجي هنا في بعد ما انا مشيت كده بالسهم بيجي هنا بلقى فيها ايقونه هنا صغيره بضغط عليها اقصى اليمين، هي موجوده في الخليه نفسها ازرق. ايوه هذا كده ازرق. ايوه يوم جيني ديالوج بوكس زي ده صندوق حوار فيه اسمه فاليو ليبلز، باخد الفاليو بتاعتي الكود ممكن يكون 1 2، الكود ممكن يكون 0 1 مناسبة، اي كود ممكن يكون 10 20، اي كود يعني ما بالضرورة ها الكود يكون 1 2 يعني. في سؤال خلاص اجي اقول له ادي الثاني اكتب له اي في سبيكر في حاجه في زول عندي سؤال الحين لا انت هون اف اي فيميل اف اي واضح يا اخوانا في مشكله المجر سكيل صح؟ المجر شنو طيب؟ المجر بتاع الجندر شنو؟ ميل في ميل لا المجر مجر يعني مجر يعني جيت هنا الجندر حسب نومينال ايوه خليهم نومينال نومينال طيب خلاص عديتهم الفيديو بتاع الجندر شوفوا الرابع خلصتوا الفيديو الرابع طبعا اسمه انكم ها؟ income level of income DSR
اسمه انكم نيوميريك الويتش 8 الديسيمال 0 الليبل ليفل اوف انكم الفاليوز هل الانكم انا بحتاج اعمل لي فاليوز لا ما بحتاج اي لانه حاجه برضه نيوميريك نيوميريك تمام فهنا طبعا حاجي برضه في الميجرمنت هاخد سكيل طيب زيد لكم الشاشة أكبر شوية عشان الناس لو بقت جاهزة كلها ممكن تنزل باقي البيانات طيب أديكم خطوتين تاني هنا مثلا عندك الـ Education بعد الـ Income Education طيب Education Education طبعا Education الـ Level of Education الـ Values الفاليوز طبعا في عندنا حسب المثال حقي هنا لو سمحت في الانكم بس لحظه ايوه طيب الانكم الفاليوز ايش الانكم ليبل اوف انكم الفاليوز هنا حتقول تستخدم شنو بس ما عندك فاليوز هنا مال انكم ده قلنا متغير كمي فما حتحتاج انا الحق بتاع الفاليوز والميجر برضه نفس الشيء ليش الميجر 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 بتاع الانكم حيكون سكيل صح سكيل اوكي تمام شكرا يعني كويس جدا اي ملاحظه يا اخوانا خش على طول واسالني يعني الحقيقه انا هسه اول مره انا اشتغل على تدريبيه تطبيقيه بالذات على اونلاين يعني تطبيقيه وفيها الناس بيطبقوا معايا يعني في العاده بنكون دائما في معمل موجودين او في كلاس شغالين مع بعض طيب هنا الانكم طبعا خلاص خلصنا الانكم هنيجي نشوف فيريبل بعده ايديوكيشن شوف ظهر عندك هنا ايديوكيشن نيوميريك الويتش 8 الديسيمال 0 ليفل اوف ايديوكيشن نيوميريك هيكون طيب ايديوكيشن ده اللي هو مستوى التعليم هل تفتكر مستوى التعليم كمي ولا نوعي؟ نوعي. كوانتيتيف ولا كواليتيف؟ كواليتيف بالتالي هحتاج اعمل لي فاليوز. ايوه. اعمل لي كودينج هنا. هاجي مثلا ممكن اختار الكود ممكن يكون 1 2 3 او زي قلت لك 0 1 2 او ممكن يكون 88 99 110 اي كود يعني اي كود انت بتكون حتحدد له المتغير حقها طبعا التبسيط افضل حاجه انك تتعامل معه 1 2 3 او 0 1 2 طبعا تحت تنزل الكود هنا فاليو هنا هتكون تسمي الليبل بتاعه هنا هتضغط اد هاد يديك فرصة تدخل الكود الثاني، الكود الثاني مثلا يونيفرسيتي تكتب 2 هنا تكتب يونيفرسيتي تضغط هاد الكود الثالث 3 الليبل بتاعه اللي هو بوست جراديويت طالب خريج يعني بوست جراديويت يعني تدريبات عليا تضغط اد بعد ما خلصتهم الثلاثة تضغط اوكي okay. بعد كده تمشي تجي للميجرمنت مهمة دي برضو اللي هنا طبعا ميجرمنت ما نومينال ميجرمنت هنا شنو يا اخوانا اوردينال لانه مستوى التعليم السكند والجامعي والفوق الجامعي بيختلفوا من بعض قياسيا يعني هم في ما بينهم ايوه في تسلسل متصاعد او ممكن يكون تسلسل متناقص او متنازل يعني لكن في النهايه ايوه اوردينال فيريبل ليه اوردينال فيريبل هو عباره عن متغير نوعي لكن بياخذ سمه واحد جزء من سمات المتغيرات الكميه يعني بينفع معه بعدين احصائيا الميديان بسيط ينفع مع الاوردينال فيريبلز ينفع مع حاجه اسمها البارامتريك ستاتستكس في حاجه اسمها البارامتريك ستاتستكس او النون باراميتريك اناليسيس تنفع مع الاوردينال فيريبل طيب
طيب ميجي بعد كده في occupation، عندنا برضو سألين الموظف عن occupation، سؤال عن occupation وظيفته، نوع الوظيفة اللي بتأديها. طيب هنا في النيم هنكتب occupation، شوف أنا حتى occupation ما كاملة، أي تعبير للمتغير يكفي. طبعا التايب نيوميريك الويتس 8 الديسيمال 0 الليبل هنا تايب هو نوع الوظيفة. طب هاي occupation هنلقى qualitative، qualitative معناها احتاج اعمل value، اعمل quality. ايوه انا عاملها حسب الكوشنير الموجود، الخيارات اللي انا اخذتها للموظف اخذتها للمبحوث، الخيارات اخذت له مانجر، اخذت له ريسيرشر، مانجر ريسيرشر انجينير، فهكون واحد والمانجر اثنين ثلاثة انجينير، مانجر اثنين ريسيرشر ثلاثة انجينير. لو لاحظت ممكن يكون في الكوشنير، في الكوشنير ممكن تكون موجودة، يعني الخيارات دي موجودة كويس، انت بتختار منها، تختار منها، لكن لما انت تيجي تنزل البيانات بتنزلها زي ما هي كاملة بكود معين، يعني المانجر واحد الريسيرشر اثنين الانجينير ثلاثة، وبعد كده تضغط اوكي. هنا انتهينا، هنجي الميجرمنت بتاع الاوكيبيشن شنو حيكون؟ نومينال. نومينال صح، نومينال، ما عندي تمييز بين هي درجه وظيفيه وانما هي نوع وظيفه، وبالتالي حيكون نومينال. طيب هنجي لاخر متغير عندي، هشتغل سبع متغيرات بس. اخر متغير سموكينج، اخر متغير هو سموكينج، سموكينج نيوميريك الليبل بتاعنا ار يو سموكينج، ار يو سموكينج، والفاليوز تكون يس اور نو، واحد يس اثنين نو، او العكس ممكن تكون لا 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 مش هناك، لابوك اصلا ما تجيني هنا، امشي يلا لابوك سريع، واحد يس اثنين نو كويس، او تكون السموكرز ممكن نديها كود، نديها ليفل اعلى، السموكرز دي نخليهم اثنين، وممكن النون سموكرز نخليهم شنو واحد، او ممكن يكون واحد سموكرز واثنين نون سموكر، يعني عادي ممكن كده او كده. طيب هنا برضه لانه السموكينج متغير كواليتاتيف هحتاج استخدم الحقل بتاع الفاليوز. طيب نضغط اوكي. طيب حاجه هنا في السموكينج، هل لو انت بتتكلم عن مشكله التدخين او بتتكلم عن سلوك بشكل عام، ممكن يكون اوردر وممكن يكون نومينال، يقبل الاثنين حالتين يعني، لكن لو انت بتتكلم عن حاله توصف حاله معينه اللي هو سلوك معين، معناها انت بتتكلم عن نومينال. لو انت عايز تشوف درجات التدخين او مستويات التدخين المنتشره مثلا عند الموظفين، معناها ممكن الميجرمنت يكون اوردر. وضحت الحته دي؟ يعني مثلا لو انا بتكلم عن مستوى التدخين، يعني مثلا بتساله عن عدد المرات، يقول لك مثلا يعني مثلا التدخين مرتفع، التدخين منخفض، التدخين متوسط، فهنا معناه المتغير ممكن يكون اوردينال. اذا كان بتتكلم عن حاله فقط، عايز تعرف حاله مثلا هل هو مدخن ولا لا بشكل عام، الستيتس بتاعه هنا ممكن يكون الميجرمنت نومينال، واضح؟ طيب كده بكون عندي سبع متغيرات، خلاص؟ سبع متغيرات دي بتسهل لي، لو لاحظتوا كلها بتسهل لكم بعدين مع بعض، فتحتوا لو فتحتوا النافذه كلها كده هعمل كليل كده بتسهل لي سبع متغيرات، صح؟ ظهر عندكم كده يا اخوان؟ ايوه عنده مشكله عشان نمشي الخطوه اللي بعدها، احنا هسه كده عملنا تعريف للمتغيرات كده تمام يا دكتور.
دكتور عنده حاجة هنا يعني ملاحظة أو في ولادته مشكلة؟ دكتور معلش name type with decimals دي بغيرها كيف؟ التايب وزن بديسمال طبعا لو عايز تغير مثلا التايب اوف فيريبل بتجي هنا تضغط في اقصى اليمين بتقوم مثلا عندك في حاجه اسمها ساينتفك نوتيشن وفي حاجه اسمها ديت ولو هي اصلا قروش يعني فيريبل اللي عباره عن قروش بالدولار تقوم تحدد الدولار هنا او كاستم كرنسي مثلا بعمله اخرى او كوما طبعا لو متغير فيه كوما او دوت عايز تعبر عنه بالكوما او الدوت يعني دي كلها اشياء يعني نادر استخدامها في التحليل الاحصائي عشان كده ما بركز على ماضي الزمن. اهم حاجه تقريبا 99% من المتغيرات الناس بيتعاملوا معها احصائيا اللي هي النيوميريك كده انا بترجم دائما النيوميريك دي بترجمه انه ده متغير احصائي. طبعا السترينج بينفع مع ناس الداتابيز سترينج يعني حرفي مثلا المتغير ده حرفي يعني زي اسم الموظف الاسم ده كويس الاسم داتابيز الاسم ده بتعمل عليه احصائيه ولا ما كده الاسم موجوده قدامي الاسماء بتاعت الموظفين او اسماء المبحوثين هل بيهمني احصائياتهم ما بتهمني يعني مثلا لو انا عايز اخلي الداتا دي تكون موجوده عندي احتفظ بها كداتابيز بقوم باستقطار سترينج عشان يظهر عندي حرفي نغير حرفي اكتبه بالشكل الحروف يعني ما بالارقام بالتالي هي النيوميريك هنا اهمها. الويتس دي اصلا باي ديفولت يعني اصلا موجوده في البرنامج مبرمجه هنا موجوده في حاجه اسمها في الاديت هنا كويس موجوده حدد الويتس ذاتها يعني الويتس يعني مقصود بها عدد الخانات الرقميه اللي انت محتاج ليها عشان تنزل المتغير حقك. الايج انا محتاج لكم خانه يا دكتوره سألتني قبل شوية دكتورة منو؟ خانتين بس محتاج خانتين ما محتاج ثمانية صح؟ حتى لو عملتهم ثمانية ما كتير ما مشكلة اوكي دكتور انا قصدي عشان اغير يعني انا في البروجرام الفاريبلز مكتوبة var 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 فلما ابدا اكتب هو بديها كود براه اوكي var او 3 الداتا بتفتحها لحد هسي انا ما عايز تفتح الداتا فيو لكن بيغير كيف انا ما فهمت الحته دي انا يعني عشان اكتب يا جماعه اكتب ويتس يا دكتور ايوه عندي اقتراح الناس تسيف عشان شنو ما لو كان قطعت الكهرباء قطعت ولا زول لك ازلي حاجه ايوه ممكن تسيف عادي يا اخوان هو تسيف هو اي برنامج اندر ويندوز بيشتغل زي بنفس الطريقه نفس الخصائص موجوده فيه لكن انا بفتكر انه ممكن نفسيف في الاخر بعدين يعني ما في مشكله او ممكن تسيف هسه لو انت خايف على الداتا بتاعتك دي او كده او يحصل عطل طارئ في حاجه ممكن تعمل سيف لكن انا كده اسمع سؤال الدكتوره ثاني بس معلش انا قاعد استفيد من اسئلتك كتير والله دكتوره انا كنت بسال انه انا يعني في الواجهه بتاعت البرنامج الفاريبلز مكتوبه var 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 اوكي أيوة. ومجرد ما تبدا تدخل الفاريبلز بتغير لي var 002 001 003 صح فانا كيف اعمل يعني كيف اكتب كلمه نيم تايب انا كيف اكتب الحاجه دي لو انا بديت مثلا قمت عملت تعريف للمتغير حقي في الليبل وما جيت في النيم هنا على طول هو اوتوماتيكلي بيسمي لي دي فار 1 يعني مثلا شوف هسه هنا شوف هعمل هسمي هنا المتغير ده مثلا هسميه مثلا المتغير هسميه كواليفيكيشن مثلا سميه كواليفيكيشنز طيب اها اضغط على طول اداه لي فار 1 اوتوماتيكلي شايف يسموه هنا فار 1 لانه انا ما اديته اسم نيم عشان كده انا دائما ببدا بالنيم اول بعد كده بمشي للليبل وبعدها بمشي طوالي للفاليوز دي اهم ثلاثه اعمله يا اخوان انا دايركم تركزوا شوف لما تكون حاجه مركزه في الحياه المهمه كويس بيكون هنا معلومتك بعدين ما بتروح منك بسهوله بعدين تقدر تتعامل مع الحياه بسهوله وبساطه يعني اهم انا حسب خبراتي في التحليل الاحصائي ده كثير جديد يعني انا تخرجت مثل ما تسالوني بس بيقول زود عجوز فهنا الاس بي سي اس ده فهنا الاس بي سي اس عندك اهم ثلاثه اعمده عشان تتعامل مع تعريف المتغير
اللي هو النيم الفاليوز بس. دكتور معلش انا قصدي الفيرست كولوم قبل نمبر 1 اول واحد اللي مكتوب عليه نيم تايب ويدث هو نفسه دي الكلمات دي انا اكتبها كيف نيم تايب ويدث فوق الفيرست كولوم لا لا دي موجوده احنا وين لا هي دكتور هي فاتحه شاشه فاتحه الشاشه الثانيه ايوه لا ما الثانيه انا فتح البيري وبالفيو دي موجوده اوريدي طيب طيب انت اسف الصفحه او انترفيس النشط معاكي فيريبل فيو ولا داتا فيو يس يس اي جات ات اي جات ات شكرا تمام طيب عشان كده احنا اخواننا جبال قلنا اول خطوه شايف انا جبال في السلايد هنا في السلايد جبال شرحت لكم هنا قلت لكم اول خطوه الفيريبل ديفايننج دي الخطوه الاولى في الترتيب اصلا كده بعد كده بعمل داتا انترينج خلاص طيب بعد ما خلاص انتهينا من عرفنا المتغيرات حقتنا كلها كويس هنجي الخطوه المهمه جدا خلاص عايزين اللي هي الخطوه الثانيه خطوه بتاعه داتا انترينج او ادخال البيانات هنفتح ادخال البيانات هنا هنفتح صفحه هنضغط الصفحه الاولى اللي هي الداتا فيو حقين الصفحه بتاعه المتغيرات هتظهر لي شنو؟ هتظهر لي الصفحة بتاعت الداتا فيو الفيريبلز حقتي كلها فوق تظهر لي هنا عناوين الفيريبلز تظهر لي بشنو؟ بالنيم تظهر لي بالنيم بتاعي نفس الاسم اللي أنا سميته في الفيريبل فيو تظهر لي بالنيم هنا خلاص؟ طيب طيب لو جيت هنا مثلا مثلا لو جيت عشان ادخل البيانات حقتي هتعامل معاها طبعا هتعامل معاها واقعيا باي 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 رو هلا باي رو يعني هتعامل معاها بالصف الواحد مثلا الصف رقم واحد ده معناها دي المشاهده الاولى تحتي كويس وزول ده عمره كم للموظفين عمره 45 سنه وزنه كم 68 كيلو والجندر بتاعه شنو هو ميل ولا فيميل طبعا انا عامل كود فهو اذا كان ميل هعمل واحد اذا فيميل هختار رقم اثنين طبعا واضح انه هو ده ميل كويس يتاكد من انه الايقونه دي قدامك دي اسمها الفاليو ليبلز دي الايقونه هنا تكون inactive يعني ما تكون نشطة. أي أيكون خاصة بالvalue labels تكون. عارف حاجة في الجندر واحد كم حكي 2000 دولار ولا 2000 جنيه؟ ال education 3 بكون عارف أنا الفري ده مقصود ده شنو؟ occupation 1 السموكينج 2 طيب بحاجة هنا ده 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 الكيس نمبر 1 يعني دي الاستبانة الأولى واضح؟ ده كويشنير نمبر 1 أو دي الأوبزرفيشن الأولى لأنه الصف الأول ده معناها ده الكيس نمبر 1 ودي الفيريبلز دي الأسئلة الموجودة في الاستبانة طيب حاجة هنا في الكيس نمبر 2 كيف امشي الكيس نمبر 2 حاجة انزل في السطر الثاني قصاد الرقم 2 هنا الايج 29 الويت 62 الجندر 1 الانكم 400 education 1 occupation 3 smoking 1 في هذول لقيتوا مشكله الفاليو ليبلز الايقونه دي لازم اخوان تكون inactive يعني ما تكون نشطة معلش يا دكتور الانكم معمول 4000 في الشاشة مكتوب عندك 4000 مفترض تكون 400 منطقية الانكم ايوه نعم ايوه
الانكم 400 ولا 4000 قلت؟ مفترض تكون 400. ايوه ليه؟ لانه اول حاجه الادوكيشن هو سكندري. يا سلام عليك يا سلام عليك والله يا رائع، ملاحظه ممتازه شديد والله. طبعا ده اكزامبل، لكن انت ما شاء الله يعني خشيت في التحليل خلاص، بديت تحلل الارقام. ما فهمت يعني، لكن في الواقع ممكن يكون كده، ممكن يكون كوز ولا رايك شنو؟ في الواقع ممكن يكون كده صح، يعني ممكن يكون الانكم بتاعه 4000 ما شاء الله، لكن عنده لو اديوكيشن يعني. انا السودان عادي يعني، في السودان في السودان الجديد ان شاء الله ما حتحصل. ايوه كلام صح، هي المفروض واقعيا. يا سلام عليك، انا هو ده التحليل اللي انا عايزه. عشان كده انا بعدين المثال اللي هاخده ده هطبق منه حاجات كثيره جدا، حيكون فيه حكي كثير، فيه كلام كثير، نتكلم كلام كثير. شوفوا الارقام دي قدامكم كده، حيكون وراها ستوريز يعني، وراها قصص يعني. طيب لكن السحوة الانكم، لانه الايديوكيشن 1 الانكم 4000 المفروض يكون 400 صح؟ ما في شيء يحكم الحاجه دي صح يعني. لا هو بقصد شنو دكتور او باشمهندس، بقصد انه المفروض دخله يكون اقل من هو قارنه مع ده. مع قبله هو قارنه، يشوف هو كان بيقرا في الداتا يعني بيقراها الداتا بعمر، شاف عمره كم يعني وشاف الادوكيشن بتاعه هاي ادوكيتد، هاي ادوكيتد اللي هو 3 يعني بوست جراديويتد، لكن دخله قليل يعني. وهذا اللي لسه مرقنا من السودان. فهنا مثلا يعني مثلا، وبالتالي هو بيفترض انه المفروض دخله يكون اقل من السابق يعني، طبعا تحليل عميق شديد يعني. تمام طيب لو سمحت يا دكتور، بالنسبه لتحويل الفيربل فيو دي هنا في الداتا فيو، لازم يعني انا اكون حافظه يعني مثلا السموكينج مثلا 1 بتاعني كده، 2 بتاعني كده، لازم اكون حافظه بدقه مش كده، والا لو انا ما حفظتها هدخل معلومات تكون خطا. ما فهمت سؤالك والله، يقول لي ثاني. يعني انا لازم لما اجي ممكن اجاوب الانابه عنك. كويس، لكن برضو انا غير افهم السؤال برضو. خلاص انا هفهم السؤال وخليك تجاوب جدا يعني. انا قصدي يعني احول، عشان احول الفيربل فيو يعني لداتا، لازم انا اكون حافظه مثلا في السموكينج 1 يعني بتعني يس و2 بتعني نو، مثلا في الجندر 1 بتعني مثلا ميل و2 بتعني فيميل، يعني لازم انا اكون حافظاها ومتاكده منها عشان هنا انزلها تكون تنزيل صحيح. لانه لو ما حافظها ونزلت مثلا مي كانت 1 ونزلتها 2، هنا اكون دخلت البيانات خطا، بعد ذاك النتائج بتكون خطا. كلام مزبوط صح. ممكن اجاوب لك يا دكتور؟ تفضل. تفضل. معايا مين دكتور منو؟ وين راح؟ طيب كلامك صح، طيب انا حجاوب لك. هو طبعا عمليا لما انا بكون عندي الديك وتشتير كويس موجودة في طول الأسئلة دي، بتسبق دائما بتسبق العملية بتاعة التعامل مع إدارة البيانات على الاس بي اس اس، بتسبق عملية اسمها عملية الترميز. يعني الكوشنير قدامي كده، أنا بقوم بعمل كودينج لل ايزر، انا ممكن اعملها مثل الكودينج. طبعا ده الكوشنير القديم، طبعا هسه بيك فيه كوشنير الكتروني يعني، هسه بيك فيه كوشنير الكتروني يعني الاستبيان، استبانه بيجا الكترونيه. وبالتالي الكود الموجود في الكوشنير، يعني مثلا انا قدامي سؤال عن الجندر، طيب السؤال ده عن الجندر هو المبحوث قام عمل تيك على مثلا الفيميل، عمل تيك خيار مربع القصاد الميل الفيميل ده، عمل عليه تيك. انا مفروض في الكوشنير هناك اكون عامل كود برا ورقه تشيت بتاعه كود، اقول الجندر 1 الكود بتاعه ميل، 2 الكود بتاعه فيميل، يعني يكون عامل عمليه تكوين. لما نجي في عمليه الادخال، الزول اللي عمل الكودينج ده هو اللي بيدخل او بيعرف المتغير على حسب الكود الموجود في الكوشنير. فالحته دي فعلا مهمه،
عشان بعدين ما البيانات ما تظهر بطريقه خاطئه او تنزل بطريقه خاطئه. يعني كده جاوبت على سؤالك ان شاء الله. دكتور؟ لا دكتور شكرا. تفضلي. عندي تعقيب في نفس الحته دي. انا في الماسترز بتاعتي كنت اشتغلت انترفيو كوشنير، فانا كنت ناوي انه انا اعمل التحليل براي وكده. فاوريدي لما جيت انا كتبت الكوشنير، طالما هو اصلا انترفيو كوشنير معناته انا البارتيسيبنت اساسا هو ما حيمل الكوشنير، انا حاساله هو حيجاوب وانا حقوم اكتب الاجابه. فطوالي دايركتلي في الكوشنير بتاعي لما طبعته عملت خانات وعملت الكودينج، فمجرد ما الزول يجاوب انا طوالي بخط الكود عشان ما ارجع البيت ما اخذ وقت ثاني انه انا اقعد اعمل كودينج للاجابات حقتي. فدايركتلي عملت الكودينج اثناء الفيلم للاستبيان، فلما رجعت طوالي دخلت الداتا، يعني ما اخذت معي زمان طويل. صحيح ممكن. ايوه وفي طريقه برضو كمان، الطريقه الالكترونيه الحديثه الان المستخدمه، انت بتقوم توزع الكويشنير حقك الكتروني صح، بيكون لافع على الناس الكويشنير ده. لما نجي لما الشخص يجاوب على سؤال معين يختار اختيار معين في الاكسل، ما بيظهر لك رقم، يظهر لك تعبير. يعني مثلا جايبين الكويشنير الالكتروني واخترت محل الفيميل محل الجندر عملتها ميل في الداتابيس تحت الاكسل تزور صاحب الكويشنير، بتظهر له تنزل بتنزل ذكر او تنزل ميل، بتنزل كده ميل. لكن بيجي بعد ذاك انا لما اجي ادخلها في الاس بي اس بعمل لها كودنج في الاكسل كويس، بعمل الكودنج في الاكسل بتظهر هنا في الاس بي اس بالكود حقتها. يعني العمليه بتاعت التعامل مع الكويشنير الالكتروني يختلف شويه من الكويشنير الورقي القديم، يعني بالذات في العمليه تحت الكودينج. يعني كويس، يعني لو اخذنا احنا الكورس المتقدم بيجي يوريكم الكويشنير الالكتروني بيتعامل كيف، وكيف الداتابيز بتاعته بتظهر، وكيف احنا ممكن ننقل بياناته على الاس بي اس ونتعامل معها. طيب هنا خلاص نزلنا الايدج، نزلنا بيانات الايدج كلها. طيب حنجي سوري مش بيانات الايدج، الكيس نمبر 2. الكيس نمبر 2 هنا. طيب الكيس نمبر 3 هذا قدامنا، الموظف رقم 3 العمر عمره 25 الوزن 61 الجندر ميل الانكم 1000 يمكن 1000 دولار مثلا، education 2 occupation 1 smoking 2. طيب انا هفتح لكم الشاشه كامله، انتوا بعد كده نزلوا البيانات كلها، ممكن تنزلها باي كولم او باي رو. طبعا عمليا انت اصلا بتنزلها باي رو، طبعا ده لو انت بتشتغل بتنزل البيانات بيدك يعني. ها طبعا زي ما قلت لك ممكن الاستبانه الالكترونيه بتنقل طوال الملف على الاكسل على الاس بي اس مباشره، ما بتحتاج تعمل العمليه دي، تتعامل مع الاكسل في الكودنج تعمله ايه في اكسل هناك، وتجي هنا في الفاليو ليبل تسمي الليبل بتاعك حسب ما انت سميته في الكويشنير. بتعمل حاجتين، بتعمل كودنج في الاكسل وبتجي تنزل الكودنج هنا في الاس بي اس في الفاليو ليبل، ولكن بقيه الارقام كلها بتنزل لك بخطوه واحده بون كليك، يعني كوبي بيست بس نزله عادي ملف بتاع اكسل يعني. طيب عايزكم تنزلوا كل البيانات دي لحد دي اخر شنو؟ اخر مفرده هنا، اتاكد منها كويس، راجع يعني المراجعه اهم حاجه في عمليه ادخال البيانات، ما يحصل عندك بايظ لانه الخطا بعدين في ادخال البيانات ممكن يدي نتائج اخطائيه. طيب انا عايزكم تتاكدوا الملف ده يا اخوانا هنشتغل عليه شغلنا كل حد ما خلص الكورس، مهم جدا تنزله. بس البيانات دي بطريقه من بدايه اول رو. ايوه سوري معلش. طيب هنا النمبر اوف اوبزرفيشن كم، يعني عدد المشاهدات كم، سامبل سايز كم؟ 12 سامبل سايز 12 صح؟ طيب
عندي كم مطير كمي وكم مطير نوعي؟ خلينا ننزل يا دكتور. ايه حاضر يا سلام، داري اتاكد انه الناس شغال. انا والله كان المايك مقفول صراحه. معلش قاعدين كويس متابعين معنا. اوكي. انا مظلومين من البراكتيكال اللي بينزل لنا البتاع ده. هنشتغل على الداتا دي يا اخواننا لحد نهايه الكورس. لا انت نزلوها كويس، نزلوها صح، يعني حنسمي المطير الفايل تبع شويه اسم معين كويس، وهنطلب منكم كل ما ناخذ درس في موضوع تطبيقي معين هقول لكم افتحوا ملف كده اللي هو نفس الملف ده، تقول ليه ما عندنا الملف ده، وين الملف راح وكده. التطبيق الجاي كله عليكم. طبعا زي ما قلت لكم اهم حاجه عمليه المراجعه البيانات، لازم تتاكد انه بياناتك دي نزلت صح، لان احصائياتك بعدين تكون صحيحه بعد ما تعمل داتا انتري مراجعه. يجي في الناس اللي حيراجعوا ممكن يكون عددهم اكثر من الناس اللي بيدخلوا، ممكن اثنين او ثلاثه يراجعوا البيانات المدخله. طيب بعد ما تخلص تسمي الملف بتاعك دي اس ار سي. بعد ما تنزل الملفات بتاعتك تسمي الملف دي. هذا واحدة واحدة طبيعية واحدة طيب في اذا عنده مشكله حاجه واضحه عامل لك ضريبه شهر 6 خسروا على اي حاجه ضريبه 15%. الناس اللي تكلموا عن برا موضوع المحاضره معلش يا اخوان نعمل ميوت لل برنامج. ماشي بيتكلموا برا المحاضره نعمل ميوت. دكتور سامعني ما سامع الصوت من عندك؟ انا عملت ميوت للجميع. انا سامعك عملت ميوت للجميع على اساس انه اي شيء بتونسوا. نعم دكتور. ايوه طيب بعد خلصنا دخل الداتا تمام بعد خلاص دخلت الداتا نعم يلا هنا هنعمل شنو؟ هنحفظ الملف هنا بتاعنا. هتجي في السيف هنا شايف الايقونه دي ممكن او سيف فايل تحفظ الملف سميه لكن اسم معين، نحن نسميه اسم موحد. طيب حعمل سيف من وين انا حعمل سيف؟ دقيقة بس دقيقة واحدة يا دكتور دقيقة واحدة بس عشان نخلص. طيب هذا الخلص اخواني الخلص يعمل سيف للملف ده يحطه في مكان معين في فولدر يعني بعدين لما نجي انا اساله من الملف ده يكون موجود عنده نسميه دي اس ار سي دي اس ار سي ديفلوبمنت ستاديز ريسيرش اند ريسيرش سنتر. اه تعرفه؟ تعرف المكان ده؟
دي ار مكان انا بحبه جدا انا ورينا عشان احنا نحبه يعني الدي اس ار سي حتى الاسم ده انا يعني ليه تقريبا 18 سنه او 15 سنه بستخدم نفس ال نفس النيم نفس اسم الفايل ده في اي مجموعه بتكون معي في دوره التربيع يعني دي اس ار سي اللي هو جامعه الدراسات والبحوث الانمائيه جامعه الخرطوم بس زمان كان اسمه دي اس ار سي اللي هو ديفلوبمنت ستاديز اند ريسيرش سنتر الان بقى انستيتيوت طبعا صار مؤسسه يعني ايوه دي انستيتيوت دي معهد 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 طيب المعهد طبعا تابع للجامعات وتعاون مع كليه الاقتصاد يعني خليني اديك مثال طيب خلاص سمينا الملف بالدي اس ار سي طبعا هو بس انا في الحاجه رمزيه يعني بس لانه يا دكتور هنا ايوه ذكرتني هو معهدي ولكن حفظت صنيعه يا سلام أنا عليك انا ابن سرحته الذي غنى به غنى به اي والله ذكريات للسودان كله احنا نحبه بنفس الشعور والله طيب هنا عندك خلاص الان كده كل المتغيرات حقتنا تعرفت وحفظنا ملفنا صح مظبوط شوف هنا عندك الايقونه اللي اسمها فاليو ليبل اللي شايف هنا لما تضغط عليها تتحول الارقام الى دلالات الارقام بتتحول لدلالات شايف يعني الجندر بيتحول لك ميل فيميل الايديوكيشن بيظهر بالدلاله بتاعته بالليبل حقه الاوكيبيشن بتظهر بالليبل وهكذا لما تبقى ان اكتف معناها بتبقى طوالي هنا بيصير لك الارقام صار لك ارقام بتعامل معها طيب الان حندخل خلاص في مرحله التحليل عايزين نعمل الاناليسيس او نستخرج الاحصائيات ونعمل انتربريتيشن كويس سوري يا دكتور بس لو ثانيه فتحت لي الليبلز تحت الايكوبيشن اكيبيشن اي واحده ميسنج بس ايوه الفاليو ليبل بتوريك الميسنج وين واضح شوفها الفاليو ليبل لو عندك مشكله في البيانات تو ريسيرشر صح الريسيرشر تو ايوه اوكي شكرا لا بارك الكيس هنا طبعا انا عندي هنا 12 حاله وعندي 12 observation كويس 12 كي طبعا ده مثال يعني والاس بي سيس ممكن يستوعب ملايين البيانات ملايين المشاهدات وعشرات المتغيرات يعني امكانيات عاليه جدا طيب حنبدا في عمليه التحليل واضح ركزوا معي في الجزء ده مهم شديد يا اخوان اللي هو الجزء الخاص بشنو انا استخرج النتائج حقتي احنا امبارح قلنا وقبل قلنا انه لما انا اختار احصائيه معينه اختار الاحصائيه وفقا للمتغير مثلا انا عايز احلل المتغير بتاع الايج ده دكتور معلش هنا احنا ما تحول معي من الرموز هي في الجندر وفي الاوكوبيشن ما تحول معي ل مثلا في ميل او بوست جرادويت سكندري بس لازم عندي ارقام يعني ما عندك ارقام معناها معناها ما عملت لها فاليو ليبل هنا في الفاريبل فيو لا في الفاريبل فيو هنا شوف لاحظ معي عملت ليبل التايب بتاع الفاريبل هل نيوميريك راجع معي نيوميريك كان نيوميريك ايوه نيوميريك ونيوميريك وعملت فاليو ليبل كده صار عندك كده الايقونه دي دلوقتي هي في هنا في الليبل ظاهره طيب دكتور هو ما عمل اكتيفيشن للايكون فوق ايوه يعني ايوه الايكون بتاعت الفاليو ليبل دي عمل لها اكتيفيشن ضغطت عليه ايوه ضغطت معلش في بعضهم ظاهر بعضهم ما ظاهر غالي في الاكس لسه تمام انا ارجع ثاني اعمل من الاول يعني
لا تريد تغير ما عندك مغير مظهر يا تو مغير مظهر عندك عندي مثلا في كيس نمبر 1 نمبر 2 نمبر 4 يا تو مغير مش الكيسز اه الا دكتور يعرض الصوره تحته الشاشه ممكن. هنا الكيس اهو ها ما عملت شيء لحظة يا دكتور خليك معي انا بشرح لك الفكره خليك معي انت قول لي الفيريبل عندك فيه مشكله جندر ولا ادكيشن ولا اوكيبيشن انا في الجندر وفي في الجندر مثلا ايوه في الجندر مثلا عندي في نمبر 1 كيس نمبر 1 وكيس نمبر 2 عندنا في نمبر 3 عامل ميل 4 عامل نان نان ايوه يعني ما بدي البالسن طيب في الجندر نفسه تعال في الفيريبل فيو اضغط معي كده فيريبل فيو كويس تعال في الفيريبل بتاع الجندر شوف قدام آه، عملت الصوت ضعيف لو سمحت صوت ضعيف طيب جيت في الجندر اهو طيب تعال هنا في الفاليوز طيب ظهر عندك واحد ميل اثنين فيميل لقيت اثنين في الفاليوز طيب اوكي الصوت الصوت واضح الصوت واضح انا سامع طيب مثلا في الفاليوز في اللي عندي مثلا نمبر 3 في ميل لما نجي في الفاليوز موجوده ميل في ميل لما نجي في نمبر 1 نان في الجندر مثلا لما افتح الايقونه هنا دكتور هو احتمال يكون عنده مشكلة الفاليو لبس يعني تجي كانه ما ثبتها يعني احتمال يكون مشكلة اصلا ما اخذت حاجه لا يعني هي بتظهر لك نقطه صغيره كده لا بتظهر بس نان يعني ما في حاجه فاضيه يعني نقطة يعني عملتها الغريب الأول بس معناها كويس ما في نقطة بتصل لك نقطة كده في وسط السطر لا بسهل بس كلمة نن يعني نن ما في كلمة نن هاي بس ما أنا أسجل أعمل من جديد أدخل من جديد عمل إدخال كلمة نن هاي كلمة نن دي بتظهر في الفاريبل فيو فقط ما بتظهر في الداتا فيو أيوه ما انت افتح الداتا فيو حتلقى البيانات بتاعتك غير طيب هاي لا ما انا في الداتا فيو بتظهر عندي يعني ارقام الرموز انا عامل ادخال واعيد ثاني من جديد اجرك اللحظه خلاص ماشي اعمل ادخال وعيد ثاني من جديد خلاص هاي بعدين عشان بس ما ناخذ من الزمن ثلاثه يعني ما احنا عندنا تو بتابع بعدين انا بتابع معاك كويس حتى لو كانت لسه المشكله مستمره بتابع معاك فيما بعد يعني بعد المحاضره اوكي ها بس معنا طيب طيب يا شباب ركزوا معي هنا خلاص عايزين نبدا في التحليل قلنا في استخراج النتائج طبعا ده الملف ده الملف ده بتاع البيانات ها اسمه داتا فايل او داتا اديتور فايل طيب الان انا عايز اعمل احصائيات طبعا في اي بحث علمي بيكون بتبدا دائما بالاحصائيات الوصفيه
الديسكريبتيف ستاتستكس خلاص. فبتبدا بالاحصائيات الوصفيه عشان تعكس للقارئ بتاع البحث الوصف العام او الشكل العام لشنو لخصائص العينه بتاعتك اللي انت بتتعامل معها. فهحتاج في الاحصائيات الوصفيه هنا اطلع الاحصائيات الوصفيه المعروفه المتوسطات والمتوسطات والجداول التكراريه اللي هي الديسكريبتيف ستاتستكس والاشكال البيانيه البسيطه. الاشكال البيانيه البسيطه. طيب بحاول في خلال نص ساعه يا اخوانا نحاول نقضي الحاجه دي عشان ما ناخذ من زمانكم. طيب هنا الان انا عايز اعمل احصائيات للايج. لاحظ معايا يا اخوان الحته دي مهمه جدا. اقوم احدد الايج ده كوانتيتيف ولا كوالتيتيف. اول حاجه عندي في ذهني كده بحددها ها كوانتيتيف. تمام كوانتيتيف تمام. المنيو المين منيو اللي انا هستخدمها طبعا لاستخلاص النتائج الاحصائيه اللي هي انلايز اسمها كده في الاس بي سي اسمها انلايز. زمان كان اسمها اناليسيس بالمناسبه زمان يعني اول الاصدارات. هاجي المتغير بتاع الايج كمي هقوم اختار ديسكريبتيف ستاتستيك. انا قلنا احنا في بدايه البحث بيكون دائما ديسكريبتيف ستاتستيك. طيب هاجي في الديسكريبتيف ستاتستيك ما همشي في الفريكوانسيز. لو انا هسه قلت للاس بي سي اعمل لي فريكوانسيز للايج بيطلع لي النتائج لكن هتلقاها مينينج ليس ريزلت ما عندها معنى. لانه المتغير الايج ده عباره عن متغير كمي بالتالي يتناسب معاه الديسكريبتيف. ها ديسكريبتيف حتى هنا لو لاحظت حتى هنا في ايقونه بشكل صوره كده بيقول لك هنا ميو وسيجما. ميو وسيجما معناها حاجه كوانتيتيف معناها اذا المتغير بتاعك ده كوانتيتيف اختار له ديسكريبتيف. اما اذا كان فريكوانسي طبعا فريكوانسي للكواليتيف. هنشوف الايج هنختار نضغط على ديسكريبتيف ونختار من هنا الايج نشط الايج ونضغط على السهم هنا ندخله في الصندوق بتاع الفاريبلز. طيب ونختار اوبشنز. الاوبشنز فيها شنو؟ الاوبشن بيديك فيها الخيارات الاضافيه اللي انت عايز تعملها. طيب طبعا هو عامل تيك باي ديفولت على المين المتوسط الاس تي دي الانحراف المعياري المينيموم والماكسيموم يعني القيم العليا والدنيا كويس. انا عايز اضيف معاها الستاندرد ايرور لانه بقيت عارف معنى الستاندرد ايرور. بقيت عارف معنى الستاندرد ايرور صح؟ هضغط معاها الستاندرد ايرور انشط الستاندرد ايرور. الخطوه اللي بعدها على طول هضغط الكونتينيو واضغط اوكي. معلش يا دكتور بس 1 سكند انا معلش رجعت لل حاضر اخر صندوق حوار ده قلنا ان رايز معنا ذا المعيار رايز معلش يا دكتور ممكن ترجع ترجع العربي الاول ثاني ما في داونلود في اللينك موجود من الاول من الاول. قلنا عايزين نعمل تحليل للايج تحليل للايج هضغط على انلايز descriptive statistics. طيب ما ينسى خلينا اختار descriptive تمام ده تمام ديسكريبتيفز واختار الايج هنا هجيب الايج طبعا موجود هنا مع الفاريبلز هنا اختاره هحطه هنا في الصندوق بتاع الفاريبلز. هاجي في الاوبشنز هعمل تيك على الستاندرد ايرور طبعا دي اصلا كلها موجوده المين ستاندرد ديفيجن المينيمم ماكسيمم كويس اختار الستاندرد ايرور ممكن اضغط معاه الرينج برضه اضغط معاه شنو؟ الرينج
Continue. Okay. حيفتح لي ملف جديد. سيستم جديد تاني. بس الناس يا اخواننا ممكن يعمل ميوت يعني لل طيب كده ظهرت لي احصائية صح؟ ظهرت لكم كلكم؟ تمام. طيب الإحصائية دي فيها ظهرت لكم النتيجة صح؟ أيوة ظهرت. تمام. ظهرت. أول حاجة الملف ده اسمه Output SPSS Statistics Viewer كويس؟ ده Output File ده براهو ما عنده علاقة بشنو؟ بالداتا فايل تاع جيميل. لو جيت هنا في اللاين بتاع الويندوز هتلقى عندك ملفين، في ملف بتاع الداتا ده وعندك ملف هنا بتاع شنو بتاع النتائج، فكل مستقلين ببعض ما عندهم علاقه ببعض، لكن اي امر بتاع تنفيذ بتاع احصائيات بيجيك دائما في الاوت بوت فايل اسمه اوت بوت فايل، حتى التعامل معه برضو ما عنده علاقة بشنو، يعني لو غيرت البيانات هناك ما طوال الإحصائيات هنا بتتغير، لا ما عندهم علاقة بعض مستقلين من بعض. طيب هنا بنجي هنلقى أول حاجة لاحظوا معايا، بس حتى أنا بيكون لها مهمة، لاحظوا معايا هنا، شوف هنا عندك Age of Employee شايف، حتة مهمة شديدة خالص، ده نفس الليبل أنا سميت به المطير بتاعي، عشان كده قبل قلت لك النتائج بعدين بتطلع لك بالليبل اللي انت بتسميه الليبل، نحن مش عندنا نيم وعندنا ليبل، ايوه فالليبل دائما بيظهر لك في النتائج، المخرجات الاحصائيه بتظهر بالليبل ما بتظهر بالنيم. طيب الان انا عندي هنا قلنا the final result is not just a number it's a complete picture for what the data are trying to tell us about an actual problem، قلنا الكلام ده معناها الاحصائيات دائما هي عباره عن ارقام، لكن هذه الأرقام تحكي حكايات طويلة وحاجات حكايات كثيرة وتحكي صورة معينة لوضع معين. طيب لاحظ معي عندنا أول حاجة number of reservation 12، المينيمم كم؟ 21. شنو؟ years سنة. يا سلام، شوف التمييز ده مهم شديد، يعني حاجات كثيرة. طيب الماكسيمم كم؟ 49. ايوه معناها انا عندي الموظفين دي 49. اي 49 سنه برضه، معناها اكبر موظف في المؤسسه دي 49، اقل موظف كم؟ 21 سنه. حاجه حاجه للمين هنا؟ المين هنا كم؟ 34.74. What does it mean؟ إنه الـ average of the ages بتتراوح around 34.75. طيب جميل، وتاني؟ صحيتك يا ماما. ماما. وأنا كمان. أها. وأنتي من أهل الخير. ونحن كمان. الليلة. سهرنا بكم يا إخوانا. طيب الـ 34 وين 75؟ سوري انا متاسف، لا عاد احنا ما كلنا اسره واحده، دي بنيتي ماشيه نوم. يلا ربنا يحفظها لكم. 34.75 معناها شنو بالنسبه لك انت كمحلل او وسط الاعمار؟ المين اوف ايج ات از 34.75. ايوه يعني 35 سنه صح؟ Yes. يعني معناها أعمار الشباب، يعني المؤسسة تعتمد على الشباب في عملها مش كده؟ Yes. أيوة. طيب حاجة هنا للستاندرد ديفيشن قبل ما يجي للستاندرد ايرور، حاجة للستاندرد ديفيشن كم؟ يا إخوانا الانتربريتيشن ده مهم شديد، أهم من استخلاص النتائج، لأنه أنت ممكن تكون أنت مثلا الشخصية مسؤولة
يكون عندك ناس مدربون على استخلاص النتائج يجيبوا لك البيانات دي قدامك انت تفسرها وتحللها، لان العمليه التكنيكال بتاعه الامر هنا وتضغط هنا دي موجوده اصلا، موجوده في اليوتيوب، موجوده في اي مكان، عمليه الاجراء الاحصائيات نفسها وخطواتها دي سهله ما صعبه، لكن كيف انا اقدر افسر النتائج ده هو اللي انا ادربكم عليه. كيف انا افسر النتيجه؟ يعني مثلا هنا الستاندرد ديفيجن 8.3 what does it mean؟ يعني بتعني شو؟ يعني الفرق بين الاعمار في العينه دي عباره عن 8 years. طيب ده الريزلت معناها انه نسبه الخطا في معناها اعمار الموظفين يعني قريبه من المين اغلب variability بتنزل ايش كلام صح، لكن انا عايز اضيف لكم حاجه جديده الليله كلام صح. ثاني طارق قول. انا في المتوسط الاعمار موزعه حول المين ال 34 دي ب 8 كويس كويس جربتها. ممكن نقول انه some age above to the mean by 8 برضو صح or less or less than by 8 also also by 8 صح by 8 or so صح برضو صح. طيب انا حديكم تفسير بسيط جدا للموضوع ده عشان يعكس لكم الصوره الفعليه للموظفين ديل وما يختص بالموضوع الاعمار. اذا كان هنا الستاندرد ديفيجن 8.3 it means في المتوسط الفرق بين عمر كل موظف والثاني، لاحظ معي في المتوسط الفرق بين عمر كل موظف والثاني 8 سنوات. انا عايز كلمه سنوات دي تكون موجوده يا اخوانا قدامكم، عايز الفرق بين عمر كل موظف والثاني 8 سنوات. انت بالنسبه لك كمدير مثلا موارد بشريه كويس، كباحث للامر الاداري معين في المؤسسه دي، بالنسبه لك اذا كان الفرق في المتوسط بين عمر كل موظف والثاني 8 سنوات يعني 10 سنوات يعني تقريبا صح، بتعني لك شنو بالنسبه لك انت؟ في جاب في الخبرات. يا سلام عليك، اكسلنت. في جاب في الخبرات بمعدل 10 سنوات تقريبا، نقول كده تقريبا يعني. طيب وثاني ما في تجانس في ال ايوه تجانس الاعمار دي، ما في تجانس يعني. ايوه مستوى التجانس في الاعمار متباعد. ايوه يعني او ضعيف، مستوى التجانس في الاعمار ضعيف او قليل. وثاني الاجيال نفسها يعني غير متناسقه. يا سلام عليك يا اخي، يا سلام الاجيال يا اخي، انت والله فلاسفه فعلا. كانه هنا بنقول تقريبا في فرق بتاع عقد كامل من الزمن، مش جيل، عقد كامل من الزمن بين كل موظف والثاني. طيب معناها تكلمنا عن الخبرات، تكلمنا عن تواصل الاجيال ولا ما كده؟ تكلمنا عن مبدا تواصل الاجيال، تبادل الخبرات. تبادل الخبرات دي ممكن تكون سياسه موجوده في المؤسسه او كانت ما موجوده ومفروض تتفعل بسبب الستاندرد ديفيجن ولا ما كده؟ طيب يعني ممكن اقول حاجه؟ قولوا. لو لاحظت يا دكتور يعني كل تحليل بيخليني انا اطلع بنتائج كثيره جدا يعني مثلا فرق الاعمار ده لو نظرت لك ناحيه نيجاتيف يعني من حيث يعني عدم تناسق الاجيال، قد يجيب لي تصارف في العمل، اختلاف في السياسات يعني في طريقه العمل نفسها، وده قد يجي على المنظومه كلها تحت العمل بنتائج سلبيه يعني. كلام ممتاز صح؟ ضغوط عمل، صراع، شكل مشكلات عمل، خلاف كده. يا سلام عليك، وده الانتربريتيشن ودي البيكتشر اللي انا بتكلم عنها. بلاحظ انت بتكلم عن رقم، الرقم ده ادانا صوره متكامله كانه احنا هسه قاعدين مع الموظفين ديل وعايزين نشوف مشاكلهم شنو كده، وصورتهم حتى صوره حياتهم وعملهم في المؤسسه ظهرت لنا يعني. طيب طبعا بس انا عشان الزمن، لكن انا يعني هو الكلام في الحته دي بيتقال كثير وفعلا يعني اشفيت صدري يعني في الحته دي ما شاء الله عليكم، فعلا دي الحاجات اللي كنت عايز اتكلم عنها. طيب حنجي بس للعمليه بتاعت الاستيميشن، نتاكد من البريسيجن او الاكيروسي بتاعت الاستيميشن عن طريق شنو؟ الستاندرد ايرور. طيب
لاحظ معايا الستاندرد ايرور كم قيمته 2.4. لو قارنت الرقم 2.4 مع 34 هلقى الرقم 2.4 صغير جدا بالنسبه لل 34 صح. It means that انه يعني المين ده هو مينيمم شنو او فيه معدل خطا قليل يعني. يعني الاستيميشن انا عملته بالنسبه المين ده قليل جدا. حتى لو اي شخص ثاني يعمل دراسه للموظفين دي في الاعمار هيلقى انه المين ده في الحدود بتاعه 36 ل 32 سنه لانه الستاندر ايرور هنا من هنا معناها الريبريزنتيشن بتاعي عالي. الريبريزنتيشن بتاع الستاتستيك انا حسبته مرتفع وبالتالي ممكن انا اعتمد على المتوسط ده في الدراسه حقتي. عشان كده دائما you should have to mention your standard error with you know الستاتستيك بتاعك اللي انت عملته. واضح؟ طيب تعالوا نعمل برضه ستاتستيك لشنو؟ تعالوا نعمل ستاتستيك للفيريبل ثاني للويت. نعمل نشوف descriptive statistics للويت. طبعا الويت برضو هنلقاه عبارة عن شنو؟ quantitative variable. يا دكتور لا لو سمحت في قائمة جهة اليسار output logo description title notes what it does mean output logo. بالنسبة لل القائمة في اليسار قصدك دي؟ نعم نعم ايوه يعني القائمه دي بس لانه بتحدد لك ال يعني ال العناصر بتاعه الاوتبوت موجود يعني مثلا في العناصر بتاعه الاوتبوت يعني ممكن تتعامل معاها في العمليه بتاعه الايديتنج. يعني عايز تمسح حاجه عايز تضيف حاجه كده عايز تغير حاجه. يعني مثلا عايز اغير كلمه ديسكريبتيف دي هنا مثلا ممكن اضغط على كلمه ديسكريبتيف مرتين كده وتبقى اكتف وبكتب بغير كلمة ديسكريبتيف دي أي حاجة بغيرها وبعدين تصر لي هنا في الأول. يعني حاجة ممكن تقول عليها يعني editing يعني في التحليلية أكثر من شنو من إحصائية يعني. تمام تمام شكرا. حتى أنا ممكن أمسح الأوتبوت ده كله ممكن أضغط على الأوتبوت شوف كلمة أوتبوت فوقين أضغط عليها كده وأضغط ديليت عادي في الكيبورد هنا أضغط ديليت كل النتائج دي هتتمسح لو كانت آلاف الصفحات بضغطة واحدة تتمسح. فحاجة بتاعت يعني ما عندها علاقة بالإحصاء. أوكي شكرا. طيب هنا لو أنا عايز أعمل إحصائية مثلا للويت. دكتور لحظة. بالنسبة للستاندر إيرور يعني أنا حقرا 2.4 years. حقول كده يعني. 2.4 years. هو 2.4 years. نعم. يعني تمييز بتاع years. أوكي. أيوة. طيب الاناليسيس انالايز هعمل ديسكريبتيف ستاتستكس حاجه على الديسكريبتيفز. طيب حاجه على الديسكريبتيفز وهختار هرجع الايدج. لاحظ معايا خطوات انالايز ديسكريبتيف ستاتستكس ديسكريبتيفز. طيب هرجع الايدج وهدخل بدله الويت. طبعا انا شغال معاكم فيريبل فيريبل واحده واحده يعني معي كل الفيريبل داخل هنا عشان لما تطلع النتائج اقدر احللها كويس. خلاص في الاوبشن طبعا انا كنت مختار نفس الحاجات بتاعتي زي ما هي ما حغير فيها حاجه. دكتور ممكن احلل مره واحده كلها؟ ممكن 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 لكن لازم لانك اخترت الامر بتاع ديسكريبت بتاع ديسكريبتيف لازم المتغيرات حقتك اللي بتكون موجودة هنا في الصندوق بتاع الديسكريبتس الصندوق ده لن تكون كلها كمية تكون كلها كوانتيتيف لأنه الديسكريبتف ده خاص بشنو بالكوانتيتيف. وضح دي؟ طيب الكوانتيتيف ما عندها ديسكريبتف ما في الكاونت صح؟ جينا 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 أنا أشتغل في الكوانتيتيف أديكم الكود بتاعه قلت لكم بتشتغل على الديسكريبتف. عشان كده قبل لما بديت أول محاضرة في السلايد حقتي وترك المسار بتاعك للكوانتيتيف براو وللكواليتيف براو ما في ما بخشوا مع بعض. انا عايز شفت لو دخلت هنا كواليتيف فيريبل يديني مينينج ليس ريزلت. هسه خليك انا مش دخلت الويت خلينا ادخل معاه الجندر شوف نشوف النتيجتين بعدين
علاقتهم ببعض حتصل لكم هنا بالشاشة. شوفوا النتيجتين مع بعض كيف ممكن نحللهم كيف. طيب قلنا ديسكريبتيف كويس، اخترت الويت والجندر وضغطت اوكي. جاتني النتيجة دي. طيب هنشوف النتيجة دي هل مينينج فول بتاع كيف شكله. طيب هنا دقيقة بس، طلعت لكم نفس النتيجة دي. يعني الويت الويت طلع لكم المين 68.75. طيب لاحظوا معي، طيب تعال نحلل النتيجة دي، نحللها مع بعض. طيب هنجي هنا في الويت، هنلقى الرينج في الويت 32. المينيمم ويت كم؟ 55. والماكسيمم ويت 87. طيب المين ويت تاع الموظفين كم؟ 68. 68. طيب معناها الاوزانهم كويسه صحيه مش كده؟ ما عندهم مشاكل في الاوزان. الستاندر ايرور برضه بيحكس لك انه في ريبريزنتيشن بتاع المين. مش الخطا قليل. كويس، الخطا المعياري قليل. طيب الستاندر ديفيجن هنا 10 كيلو. الفرق بين وزن كل موظف والثاني 10 كيلو. 10 كيلو. مناسب صحيا ولا كبير ولا كيف؟ كبير. في تباين هنا برضو في الاوزان مش كده؟ زي التباين في الاعمار. كانه أيوة راجع للتباين في العمر. يا سلام عليك، ممكن يرجع للتباين في العمر، يعني ممكن يكون سبب ايوه تباين في العمر هو اللي ادى للمساله دي. طيب تعالوا شوفوا هنا، انا شوف الحته المهمه، انا دخلت استخدمت الكوماند بتاع شنو؟ ديسكريبتيف. طيب لاحظ هنا الجندر هنا كواليتاتيف فيريبل. طيب تعال شوف احصائياته بنقدر نفهم منها حاجه. شوف دي مينينج ليس ريزلت، ما عندها اي معنى. قال لك الرينج واحد ماكسيمم واحد ماكسيمم اثنين، المينيمم واحد. طيب المين كم؟ 1.6. يعني شنو لما نقول الويت بيت، لما نقول الجندر 1.67 ما عندها تفسير. ما عندها. يس دكتور ممكن اعلق تعليق لو سمحت؟ تفضلي. في يعني المتغيرات النوعيه، يعني الرقم ليس لديه قيمه رياضيه، فما ممكن نحسب المين بتاعه، فعشان كده هي يعني لا تناسب الديسكريبتيف. فنحن ممكن نعمل فريكوينسز في الحاله دي، ولكن لا ما ممكن نعمل مين. صحيح. لا دي ما أنا دي واحدة تانية اللي قالت الكلام ده. أنا سارة حمد. سارة كلامك صح يا سارة، كلام مظبوط. لذلك أنا بقول دائما مثلا إنه الإحصائية المفروض أن اختار تتناسب مع نوع المتغير. فإن كده أنا زمان ما كنا بنقول نصنف المتغيرات صح ونعرف نميزها من بعض عشان بعدين نختار الإحصائية بتتناسب معها. لانه الاس بي سي هو في النهايه عباره عن شنو؟ عباره عن سيستم وانت بتديه اوامر بينفذها لك. اس هو نفذ لك طلع لنا احصائيه، لكن انا بالنسبه لي كمستخدم للبرنامج بتهمني النتيجه عشان اقدر افسرها انا، يعني لانه انا حستفيد من النتيجه. فبالتالي التعامل مع البرنامج لازم تكون في الحته دي باحترافيه جدا مهمه. طيب يا دكتور، مثلا المتغيرات الكميه ممكن نحتاج نستخدم فيها الفريكوانسز في حاله مثلا انا مثلا زي في الايج، اذا انا مثلا عايزه اعرف مثلا في كم شخص عمره 45 او مثلا عمره 20 مثلا، هل بينفع كويس. مثلا صح بينفع، سؤالك كويس. هنا في الحاله دي انا بعمل حاجه اسمها ترانسفورمينج للفيريبل بتاعي. يعني مثلا انا المتغير بتاعي ده كوانتيتيف كويس، ده ايج هو عباره عن ايج مثلا كويس، هو كوانتيتيف. يلا هعمل ترانسفورمينج بشنو؟
بالكلاس او بالجروبينج. هم يقولوا والله الايج جروب بتاعي مثلا من عمر 15 سنه الى 20 سنه ده جروب فئه يعني. ايوه فئه. ايوه و 21 يعني هحول المتغير الكم بتاعي اللي هو الايج هحول المتغير النوعي كويس يكون هنا في الحاله دي اوردينال. لكن دكتور سؤال الفارق النوعي اكيد اوردينال. وفي الحالة الثانية أنا بجي بعمل شنو؟ لما يكون بعد ما حوله وتغير نوعي واحد عمل معه بالdescriptive function هنا هتعامل معه بالfunction الخاصة بشنو؟ descriptive statistics الخاصة بالqualitative variable اللي هي حناخدها بعد شوية مفروض أخدها هسي يعني أنا دار أمر عليها سريع حسي بس سؤال كويس حسي كويسة يوعانا كده سامعني؟ أيوة سامعنا. أوكي معلي حاجة أقول عندك سؤال؟ أي بس يا دكتور دار أعرف الفرق لما تخوض 15 و 21 وكده هل في statistic terms لأنه زول لو دار يحدد أصلاً ودار أعمل أي survey ولا أي statistic analysis الأعمار بين مثلاً كيف أنا بقدر بفصل الأعمار بقول دي الجيل براون ودي الإنفعوثية وعمرية براون كيف أنا بقدر بعمل الحاجة دي؟ كلام كويس سؤالك صح كويس. طبعا دي بتعتمد برضو يعني على شنو على طبيعة المجتمع حقك بتتعامل معه طبيعة الدراسة حقك اللي انت بتتعامل معها كويس على الاهداف بتاعت بحثك نفسه كويس. وبالتالي الكلاسس دي بتعتمد يعني انت بتحددها ما بحددها زول معين. يعني مثلا انت تتكلم عن مثلا امراض معينة مثلا تنتشر في مجتمع معين للاطفال فطبعا في ستاندرد مثلا او في ريفرنس معروف مثلا للاطفال اندر 5 ايرز معروفين كده عندهم امراض حقتهم وفي الاطفال الاكبر من كده عندهم امراض حقتهم. بالتالي الفئات العمريه حقتك يجب ان تكون وفقا للريفرنس اللي انت حتتعامل معه. يعني هي مساله مفتوحه يعني ما حاجه الزاميه يعني تقسيم الرينج بتاع الاعمار مثلا او المستوى الدخل او كده بيعتمد على حسب اهداف دراستك انت حسب طبيعه بياناتك او مجتمعك اللي بتعامل معه. يا دكتور ايوه انا لما عملت في الخطوه الثانيه الديسكريبتيف جبت الويت والايج الاثنين سويا الايج اداني نتيجه فرق ماذا النتيجه اللي عندك في الرينج الايج مديني 28. طيب ما في مشكله يعني معناها انت عندك سمعنا سؤاله يا دكتور. لا سؤاله بيقول الاوت بوت نتائجه بتختلف من نتائجنا نحن هنا طبعا الويت نفس النتيجه لكن الاي نتيجه مختلفه في الرينج مديني 28 المينيمم 21 معناها تراجع البيانات حقتك في الايج معناها عندك ممكن يكون رقم صغير بسيط كاتبه غلط انت طبعا ديفينتلي النتائج حتتغير دول امبارح تكلمنا عنه البايس عشان كده قلنا المراجعه بتاعت البيانات اهم من شنو من ادخال البيانات نفسه. يعني انت لما تدخل البيانات راجعها مره مرتين تاكد منها صح طبعا بس دي محتاجه انا كان اكون معاكم مباشر ووريكم تتراجع كيف حتى لو من الكوشنير مباشره فيها طريقه معينه لكن المراجعه بشكل عام ممكن تتعمل يعني ما صعبه يعني. طيب بس الحاجه الاقرب من كده لما اشتغلت الايج لمفرده واحد اداني نفس النتيجه اللي كان اشتغلنا في اول خطوه أدت نفس النتيجة بتاع شنو؟ نفس النتيجة. الايج ولا الويت ولا شنو؟ أدت نفس النتيجة الإحصائية؟ نفس النتيجة الإحصائية. لكن طيب. لما جبتهم الاثنين في ديسكريبشن واحد أداني نتيجة ثانية. دي ما حصلت قبل كده. اسمع برنامجك ده أنا عايز منه نسخة والله. السوفت وير بتاعك شغال بيه ده يعني ما شاء الله بيطلع لنا حاجات حلوه جدا والله. عموما ما في مشكله دي برضو خليها لي بعدين انا بعد المحاضره انا حكون معك اونلاين والله على الموبايل عادي يعني ارسل لي رساله في الخاص وانا بخش معك كويس ونشوف المشكله شنو لحد ما نحسم عليك يا دول ما عندي مشكله. طيب يلا نشوف اخواننا خلاص دي بالنسبه للكوانتيتيف ستاتستكس بس عشان الزمن الانتربريتيشن عرفنا نعمله كيف
عرفنا كيف نطلع الستاتستكس الخاصة بالكوانتيتيف فاريبل الكوماند راح نعتمد عليه اللي هو الديسكريبتيف. طيب لو احنا عندنا هنا مثلا الجندر دارين نشوف الجندر توزيع النوع ايه بالنسبة دي الموظفين في الشركة دي، وهنا بمشي على نايز برضه عندي كل اخوانا نايز، لكن هختار المرة دي فريكوانسيز ما هختار شنو الديسكريبتيف، لا الديسكريبتيف للكوانتيتيف. ها الكوماند ده مهم. طيب فهنا لانه انا المطير حتعامل معه ده نوعي فحختار هنا فريكوانسيز. طيب حاجي في الفريكوانسيز طبعا هختار الايج لانه كواليتاتيف فيريبل اختاره عادي. هنا دائما بحتاج طبعا هو حيعمل ايه فريكوانسيز يعني جدول تكراري، بحتاج انه مع جدول التكراري يكون عندي شارت يا اخوانا عندي شكل بياني. الشكل البياني الشكل البياني النوعي اثنين اللي هما بار والباي وباي باي شارت والبار شارت. This is used for quantitative يا اخوانا او used for what for qualitative variable ordinary الهيستوغرام ده، لكن في الغالب بيستخدم ابسوليوتلي بيستخدم فور كوانتيتيف. طيب هنا لما اجي هنا في اختار بار ولا باي هختار يا تو فيهم اوريك الفرق بين. لو كان المتغير بتاعك نومينال زي كده يعني طبيعته انه تصنيفي يعني، فهنا انت تختار الباي تصنيفي. إذا كان تصنيفي يعني نومينال تختار الباي اسمي يعني. أما إذا كان ترتيبي أوردينال يا شوف حتى الأوردينال نفسه بديك الأعمدة دي شايف شكل الأعمدة، بالتالي البار بتناسب مع شنو؟ مع البار. باي بتناسب مع النومينال. هقوم هنا أختار باي كويس؟ و it is better represent your result by شنو by percentages، يعني احسن تختار البرسنتج rather than شنو frequencies تعكس لك العينه يعني frequencies بتتكلم لك عن العينه، اما البرسنتج تكون احصائيه ممكن تعميم على البوبوليشن كله. البرسنتج عباره عن statistics ممكن تعميم على البوبوليشن كويس. فهنا اختار برسنتج بعد ما اخترت باي. ليه اخترت باي؟ لانه ده نومينال. برسنتج كونتينيو. بعد ما عملت كونتينيو بدي اختار بعد اضغط اوكي. اضغط اوكي بيجيني على طول بيجيني الاحصائية حقتي. دي النتيجة بتاعتي. مع انا وقت المحاضره تقريبا انتهى، لكن ما عارف ليه الوقت ده جرى كده يا اخوان. الوقت معاكم بيجي شديد. طيب لانه المحاضره ممتعه عشان كده. والله يا اخي الوقت بيجي معاكم ما شاء الله ساعتين، ده احنا بديت بالضبط 11 يعني سبحان الله. طيب هنا الله يبارك فيك شكرا لك كثير. هنا حنجي نشوف الجندر جندر اوف امبلوي. شوف الليبل بتاعنا في الجندر جندر اوف امبلوي ده الليبل. شايف الليبل مهم اللي خدناه قبل بيظهر لك بيه النتيجه طوال انه انت جدول طالب الليبل. طيب هنا الميل فيميل. لا شايف قبل احنا لما خدنا الميل فيميل او الجندر اللي خدناه في الديسكريبتيف ما طلع لنا مينينج ليس ريزلت، الان لانه اتخطى في المكان الصحيح فهنا طوال النتيجه بتاعته هذه قدامنا. يلا واضح انه المؤسسه دي بتعتمد على شنو يا اخوانا؟ 60% في 100 على الفيميل. ايوه واضح معناها كانها مؤسسه عندها علاقه بادوات التجميل صح؟ يعني اقصد يعني هي في النهايه مؤسسه اغلب نشاطها بيعتمد على العنصر النسائي مش كده؟ تمام لانه تقريبا ثلثين الموظفين فيميل
طبعا دي البروبورشن اللي هي دي احنا امبارح كنا نتكلم عنها بروبورشن. طبعا دي عندها ساندر ايرور مناسبه القيمه دي اللي هي 6.6.6.7 دي عندها ساندر ايرور طبعا كاستاتستيك, لكن طبعا اس بي سي ما بتطلع مناسبه كويس. طبعا الساندر ايرور بتاع اللي هي الايكويشن بتاعته سكوير روت اظنه بي كيو, انا متاكد منها المعادله لكن اظنه بي كيو بي كيو صح بي كيو سكوير روت اعتقد كده بي كيو زد تايم بي كيو اوفر بي كيو اندر سكوير روت اوف ان الايرور بتاع البروبورشن كويس. طبعا يعني بالنسبه للاحصائيه دي انه معناها ثلثين الموظفين من النساء, معناها انت بتقدر تفسرها بطريقه معينه وتقدر تعكس لك حاله معينه وتعكس لك صوره معينه. طيب هنا الجانب الثاني المهم في الموضوع كيف انا اقدر على الجراف, حته مهمه شديد كيف انا اقدر اعمل تعديلات على الجراف, يعني اخلي النسب تظهر لي هنا كويس, اغير لون البطاعات دي, اغير من شكل الجراف كويس. طبعا ده اسمه باي تشارت, وده بيستخدم في النومينال كيسز, يعني انت عندك نومينال كيس او النومينال فاريبل تحلله بالطريقه دي انسب, انسب من تستخدم معه لانه البار هو عمود معين معه تدرج معين وفيه بعدين, اما ده بعد واحد وشر يعني عايز تعرف نسبه مجموعه الى مجموعه ثانيه كم في المية. طيب انا لو داير اغير في البار تشارت ديه او في الباي تشارت اعمل دبل كليك, اعمل دبل كليك في الباي تشارت يجيني ديالوج بوكس كده كده ديالوج بوكس ديه عباره عن تشارت اديتر اسمه تشارت اديتر. تشارت اديتر ديه فيه خيارات كثيره منها شوف الايقونه اللي هنا دي دي اسمها show data label. show data label لو ضغطت عليها تصير لك طوال النسب مباشرة بالجراف. show data label لو ضغطت عليها مباشرة تصير لي النسب في الجراف. طيب النسب ظهرت لي هنا. طبعا المفتاح هنا الأزرق الميل والأحمر الفيميل. جاية من الليبلز اللي موجودة في الدات. أيوة بالضبط كده. جاية من الباليو ليبل أنا عملته قبل. طبعا لو ما عملت باليو ليبل خطيته واحد اثنين تصل لي هنا واحد اثنين بدون ليبل. يعني قبل أنا عرفت المتغير عملت واحد ميل اثنين فيميل كده طلعت لي النتائج كده. لو خطيت هناك واحد اثنين بدون في الدات بدون ما عمل لي باليو ليبل تجيني هنا واحد اثنين وزاود باليو. كده انا يعني ممكن دي اهم الحاجات اللي ممكن اعملها في الجراف. في حاجات ثانيه ممكن اعمل لك قط هنا كويس, ممكن اعمل 3 دي 3 دايمنشن وكده, بس عشان ما في وقت هنا ممكن ما اقدر اطول عليكم. تلقوها في الانترنت موجوده يعني في اليوتيوب موجوده منتشره الحاجات التكنيك اللي متعلقه بالجراف. ممكن يعمل لها مراجعه ثانيه. طيب هنا هو كل الحاجات دي بلقاها موجوده هنا, يعني عشان لو انا عايز اعمل فيلان بوردر, فيلان بوردر لو عايز اغير الالوان بتاعت القطاعات كويس, لو عايز اعمل ديبس انجل, ديبس انجل يعني اعمل 3 دي مثلا اختار ديبس انجل معناها 3 دي او لو عايز اعمل فلات عادي. اهم حاجه عندك الفيلان بوردر اللي هي انا اغير اللون بتاع القطاع, او عايز اعمل اغير الشكل ذاته اختار مثلا عنده شادو يكون عنده ظل خلفي او يكون 3 دي كلها موجوده هنا في الدبس ان انجل ولا الفيلان بورد. خلاص بعد ما انتهي من التعديلات اللي عملتها بقفل التشارت اديتر هنا نعمل لك كلوز كده. التعديلات اللي انا عملتها اوت فايل بتاعي شايف طيب. طيب اذني ثاني بس خمس دقائق كده بالكثير, يعني ممكن انا لو واحدة وربع كده لو في طريقه عشان بس اقول اخر حاجه وبعدين ارسل لكم ملف بتاع الواجبه الاساينمنت تشتغلوه انتم بعدين
بكرة إن شاء الله نناقش مع بعض. هنا لو عايز أعمل برضو analysis للvariable بتاع education مثلا. Education هو عبارة عن frequency برضو qualitative variable education. أرجع على gender طبعا. gender هنا. وأختار education مع frequencies. بس لازم هنا الشارت يتغير. ليه؟ لأن education variable عبارة عن ordinary. أيوة. وبالتالي it's better use هنا bar chart rather than شنو pie chart. هنا استخدم هنا في الحالة دي أحسن استخدم شنو البار, لأنه الأعمدة بتحكي بعدين, بعد أفقي وبعد رأسي. طيب هاي هنا مثلا برضو عمل أوكي, حلقة عندي البار chart بصار لي كده بشكل ده. واضح إنه المؤسسة تعتمد أكثر شيء على منه, على طلاب الجامعيين. أيوة أيوة. أكثر من شنو من الدراسات العليا هو سكندري وصل هذا أو أقل من التعليم برضو. دي بقى برضو تعمل لها إنتربريتيشن, أنت بتفسرها وممكن تبحث عنها ليه مثلا الحاجة دي موجودة أو كده. ده في الديسكريبتيف ستاتستكس بتاعتك, طلع الديسكريبتيف ستاتستكس كده. انت كده هسه بتحكي للباحث الخصائص بتاعت العينه حقتك اللي بتتعامل معاه انت او المجتمع اللي انت بتتعامل معاه. طبعا برضو ممكن اعمل عليه دبل كليك كده عشان اغير فيه وخلي النسب تظهر كويس. النسب مباشره ظهرت. ممكن اعمل فيه لام بوردر, اضغط على واحده من القطاعات دي او واحده من الاعمده واعمل فيه لام بوردر مثلا, اغير لونه الهلالات مثل الهلالات المريخات. نشوف المريخات وين, غير اللون الأحمر مثلا عشان المريخ ما يزعلوا. ولا ما عندكم شغل بالكورة؟ طيب خلاص كده الاثنين هلال محاصرين المريخ بهنا, لكن المشكلة المريخ أعلى من النوم. طيب بعد كده بعمل الحاجة دي, بعمل كلوز, بتصل لي كل التعديلات اللي عملتها في الاوت بوت فايل بتاعي. اخر حاجه داير اقولها مهمه جدا, اخر حاجه عشان اختم بيها, انا عندي هسه ملف بتاع اوت بوت فيه شنو المخرجات حقتي انا اللي عملتها. حلو. يلا الملف ده عشان اقدر اعمل اكتب او اول البحث بتاعي واشتغل فيه, هقوم احوله طبعا بعد ما احفظه عادي, يعني بحفظه ملف عادي, اعمل لي سيف وخدته في مكان معين, لكن بتحفظ لي as a output file for what, as a output file اللي بالنسبه للاسم. طب انا عايز احوله لملف بتاع ويندوز عادي, ملف بتاع ويندوز ممكن بي دي اف, ممكن باوربوينت مناسبة لو عندي برزنتيشن عايز اعمله, ممكن ملف بتاع وورد عادي. بيجي اعمل بضغط فايل هنا, بعمل حاجه اسمها اكسبورت كويس, بعمل اكسبورت, بضغط على الاكسبورت واحدد نوع الفايل انا عايز احفظه عليه كويس, نوع الفايل انا عايز احفظه عليه. طبعا الواحده من المزايا مثلا تحت الاس بي سي اس في الفيرشنات الاخيره اللي هي من فيرشن 13 لحد هسه, الحاجات دي بقت تتعامل فيه البي دي اف والتكست فايل والباوربوينت. قبل كده نحن كنا مثلا لما نعمل اكسبورت ما بنعمل اكسبورت, بنعمل كوبي بيست للملف ده بنحطه في الملف بتاع الوورد, ما كان فيه الاوبشنز بتاعت انك تحول لوورد او باوربوينت او كده. دي قبل الفيرجن 13 دي يعني 2013 سوري 2003 2002 2003 فيرجن 13. طيب هنا بضغط بحدد نوع الفايل بتاعي مثلا وورد فايل, بحدد المكان اللي انا عايز اشتغل فيه. والله يا اخي انا بس المشكله انا المفروض كان اختار عرض لي اسامي الناس. طيب اختار بعد كده المكان اللي عايز احفظه فيه, وبعمل سيف. بعد ما اعمل سيف بضغط على اوكي هنا, طوال الملف بيتحفظ لي في المكان المحدد بالاسم المحدد, يظهر لي ملف تاع وورد عادي فيه نفس الحاجات دي.
شاء الله جربوها انتم ان شاء الله. حاوصل لكم اسايمنت اسموه ديسكشن 1 اسايمنت فيه. وبكره ان شاء الله نتلاقى باذن الله. انا كنت عايز يوم بكره نعمل نماذج للبرزنتيشن. يعني ممكن ما كل المجموعات تقدم برزنتيشن, ممكن تقدم مجموعتين بس يعني عشان بس ما كتير الشغل زمن يعني, عشان نبدا في موضوع ثاني عشان الزمن يسعفنا يعني. ف برايكم شنو يعني؟ لا كويس, هاي ما في مشكله. فنحن باقي لنا تقريبا نحن المفروض نخلص يوم الخميس الليله. شنو هو في الايام؟ اثنين باقي لنا ثلاثة يوم. باقي لنا ثلاثة يوم فخلاص. احنا بكره بنحاول نشتغل في النص ساعة الأولى, نشتغل تو برزنتيشن يعني ناس يتبرعوا مثلا مجموعتين يتبرعوا مجموعتين يكونوا مثلا من 12 مشارك أو 10 مشاركين, واحد كم يقدم البرزنتيشن بس يعني. يكون عندنا تو برزنتيشن للأسايمنت, أو لو ثلاثة مجموعات يكون كويس برضه. نقدمها في نص ساعة بس عشان نستعرض نتكلم في حاجات مهمة, عايزين ندخل في موضوع جديد. أنا أدخل في عالم ثاني جديد, في بحر جديد, لون آخر من الفورم. رأيكم شنو إن شاء الله؟ إن شاء الله. مع بعض. بي أجريب بس أنت تساعد إحنا ما عندنا مشكلة. بس أنا بسألكم أسايمنت بالجروب. طيب شو عندي سؤال واستفسار ولا حاجه؟ وضحت الحاجات كله واضح بس انك ما كيف ما تسمع. ايوه واضحه. ايوه واضح تمام. انا عايز هنا طبعا بس يا اخوانا اركز لكم على الحته دي. حقولنا ليش بيشيش داتا اناليسيس, ايش بيشيش داتا مانجمنت, يعتمد على المانجمنت بتاع الداتا. اول حاجه وبعد كده الاناليسيس بيعتمد على اذا كان كوانتيتيف فيريبل تمشي على الديسكريبتيف, واذا كان كوالتيتيف فيريبل تمشي على الفريكوانسيز. دي المسارات الصحيحه للتحليل الاحصائي البسيط بالنسبه للاس بي اس. شفتوا الاس بي اس سهل وبسيط كيف؟ سهل صح؟ سهل. طيب بس لو سمحت لي يا دكتور بعد ما نخلص يعني عندي نقطة عايز أضيفها للأستاذ السال من الكلاس كبالك. أيوة. هو قبل سال كان من بعد ما تخلص أنت أنا بقولها خلاص. أنا ما عندي حاجة يعني خلاص. طيب هو قبل سال من تصنيف الكلاسز إنه يعني المعيارية حقتها شنو, وأنت ردت له ورد وافي. بس في إضافة بسيطة إنه إذا أنت أصلاً ما عندك يعني كلاسيفيكيشن معين للإيش بتاعك حسب البحث بتاعك, ففي ستيبس ممكن تعملها. يعني بتشوف ال بتحدد انت مثلا عايز كم كلاس, عايز 5 كلاسز تقرا بيها الداتا بتاعتك دي ولا 6 ولا 7, يعني لازم من 5 لحد 20. بعدين بتحدد الماكسيمم ايج والمينيمم ايج, تحدد بهم ال طول الفئه الويكس. هي ستيبس يعني ما بتكلم عن التكنيك بتاع كيف انا اقسم الكلاسز, هو بيتكلم عن انه انا بقسمها على اساس. افتكر سؤاله كان كده. اي ما انا قلت لو انت ما عندك مثلا يعني حسب البحث بتاعك زي ما انت قلت في آلية كده ممكن هو يستخدمها يعني اساس انه بس يقرا بيها الكلاس تحت البحث بتاعك. ايوه يعني هو التكنيك بتاع انه انا اقسم الكلاسز كويس بيعتمد طبعا على معادله معينه هي معروفه. بس عندك انت الرينج وعندك النمبر اوف كلاسز وعندك ال شنو الرينج لا عندك الرينج اوف كلاس نفسها يعني طول الفئه. ما الويتس يعني نسميها الويتس نحن. ايوه طول الفئه كويس لينث اوف كلاس, وعندك الرينج اللي هو اعلى قيمه واقل قيمه عندك في البيانات, وعندك النمبر اوف كلاس. طبعا انت بتحدد اثنين منهم اللي هي بتحدد الرينج طبعا بتحسبه, وبتحدد بعد كده النمبر اوف كلاسز, وبعد كده بيديك الرينج المناسب لكل كلاس كم. لكن هو طبعا سؤال اعتقد كان عن انه انا بقسم على اي اساس. على اي اساس ايوه انا فهمتك. في معايير علميه
متفق عليها هاي ستكون references، يعني بوجود الريفرنس عندك ريفرنس معين معتمد عليه، او تكون المعايير معتمده على فروض البحث حقتك او اهداف البحث حقتك. أيوة. او طبيعه البيانات نفسها، طبيعه البيانات نفسها كمان ممكن تبعث البيانات ايضا. ممكن مين مخطط الاستبيان؟ انت من البدايه تسال الناس من اعمارهم في رينجز، اذا انت اصلا ما انترستد على الاكزاكتلي ايج. ايوه صح، لكن طبعا الصحيح نتخذ الايش كما هو، مش انك تاخذ الفاليبل بطبيعته الحقيقيه بعد كده انت يعني مثلا زي الايج الصحيح في الكويشنير ما تساله عن الرينج، تقول له مثلا يعني جيب له الرينج هو يقوم يحدد منه، انك انت تختار من ايوه تساله من عمره بالضبط، بعد كده انت بتعمل الكلاسز. صح يعني تاخذ الفاريبل بطبيعته افضل من انك يعني تتحجم في قيمه الفاريبل مش مو بالكلاسز اللي انت عملتها عليه في الكود. لا علم يا دكتور، الصحيح انك انت تختار الفاريبل زي ما هو. اوكي، في سؤال ثاني، ملاحظه اي حاجه؟ دكتور عندي سؤال. ايوه، بالنسبه للاسئله اللي بيكون فيها الاجابات انه زول ممكن يختار اكثر من اجابه مع بعض، ما عارفة أنا ما قريت الأسئلة زمان، كان في طريقة إنه في طريقة معينة زول بيعملها بحيث إنه لما أجي أحلل يعني الإجابة ما بتكون واحدة، ممكن زول يختار أكثر من إجابة من بعض. أيوة صحيح، ممكن يعني ممكن تطلب من الاسبيسيس يرتب لك الإجابات حسب تكراره، يعني لو في حد شخص اختار إجابة معينة في كوتشينير واختار إجابة تانية بنفس السؤال، ممكن بعدين الاس بي سي يطلع لك النتائج مرتبه حسب الاولويات، يعني مثلا السؤال المعين اجابته اكثر كان في جزء معين، السؤال المعين كان اجابته في جزء معين، وهكذا ممكن يرتبها لك تصاعديا او تنازليا. صح، ممكن. لا انا بقصد اذا كان السؤال يعني ما انه الزول بيختار اجابه واحده على السؤال، ممكن يختار اكثر من اجابه في نفس السؤال. ايوه نعم، ما يختار أكثر من إجابة، أنت في النهاية الإحصائية بتهمك شنو هنا؟ أي الإجابات تم اختيارها أكثر، صح؟ طيب لما أجي أعمل داتا إنترينج بنفس الطريقة الفاليوز بس بعمل أرقام عادي، ولا بيكون عندها طريقة مختلفة؟ لا هنا بتستخدم الميسينج فاليوز، الميسينج بليس ده تستخدميه عشان تدي كود مختلف لكل اختيار من الاختيارات الموجودة أو المتاحة، يعني باعتبار إنه مثلاً لو اختار لك إجابة معينة كويس وفي إجابة ما اختارها تخدها في الميسي. أوكي. أيوة. وبالتالي بعدين لما الاس بي سي يجي يتعامل معها هيتعامل مع الإجابات الموجودة عنده ويختار لك الأكثر خيارات. طبعاً هي حالات نادرة جداً يعني، والصحيح إنه أنت مفروض طبعاً تسأل المبحوث عن الترتيب نفسه، يعني تقول له رتب لي مثلا، صحيح يقول لي رتب لي الخيارات دي مثلا بالنسبه لك، يقوم هو يختار رقم معين المبحوث، يعني مثلا انت تفضل التلفزيون ولا السينما مثلا، يقوم يكتب لك واحد على التلفزيون واثنين على السينما، كويس. بعد كده انت بتجي لما تيجي في التحليل بتحلل على حسب الارقام الموجوده. اوكي، بدل ما تيجي تستخدم بعدين الميسنج فاليوز وكده. طيب سؤال ثاني. يا دكتور انا عندي سؤال، يعني عاده الباحث لما يجي يعمل استبيان بناء على السؤال اللي بيعمله بيحدد نوع الاستاتستيك اللي حيستخدمه في البحث بتاعه. صح. فانا مثلا لو عندي سؤال انا عايزه اسال انه مثلا فرضاً إنه مثلاً درجة معرفة المعلمين بحاجة معينة مثلاً، وعايزة أعمل الـ items في الاستبيان بحيث إنها تـ reflect الـ question ده، كيف أنا ممكن أعمل العملية دي؟ طبعاً ما أنت بتكون مثلاً بتشوف المتغير حقك اللي أنت حتعامل معه ده، أول حاجة هو كمي ولا نوعي؟ لا؟ أوكي، أديني مثال كده عشان أنا أقرب لك الصورة أكثر، اديني مثال يعني.
مثلا يعني انا بحاول اعمل في استبيان عن ما يعني درجة معرفة المعلمين بطريقة تدريس معينة الـ STEM teaching approach. To what extent they are aware about the STEM teaching approach. أنا عايزة أعرف كيف to build the statement اللي will reflect the question ده. تمام. طيب أنت هنا في الحالة دي عايز تعرفي مستوى معرفتهم في حاجة معينة صح؟ أيوة. المفروض يكون عندك عناصر معينة تسلكي المعرفة دي. أيوة. كويس. العناصر دي انت بتجيبها اما من دراسات سابقه العناصر اللي بتقيس المعرفه دي تعيش القياسيه دي او بتجيبيها من نظريات موجوده في العلم ده نفسه بتكلم عنه انت بتجيب النظريات بتقول لك مثلا والله لو انت عايز تعرف مستوى معرفه معينه في حاجه معينه مفروض الاستاذ ده يكون بيعرف حاجه عن حاجه معينه وتقوم تكون العناصر حقتك دي اللي هي بتقيس لك المعرفه دي. بتكونها مثلا في كويشنير بيكون شكله ممكن تستخدم فيه الليكرد سكيل. اوكي. كويس ممكن تستخدم الليكرد سكيل يكون ثلاثي او خماسي او صعبه اساس انك تقيسي بعدين المستوى بتاع المعرفه اللي بتبحث عنها. ان شاء الله اكون جاوبت على السؤال. هي وضحت بالنسبه لي بس انا في ممكن انا ممكن اعمل ايتمز عشان اجرب مثلا لما اعمل الاستاتستكس هتطلع صح ولا لا؟ ممكن يعني اشاركك بالايتمز دي؟ ايوه ممكن تعمل انت مثلا عايز تجربيها. ايوه ممكن تعمل في البايلوت سيرفي تعمل البايلوت سيرفي وتجرب الايتيمز دي توزعيها للمبحثين وتشوف الريسبونس شكله كيف. اوكي طبعا شكرا جزيلا يا دكتور. الله يبارك فيك. تعمل لما تطلع النتائج بتاعتك بتقدر تعرف الخلل الموجود وين. هل الايتيمز دي قاست لك الحاجه اللي بتفتش عليها ولا لا؟ ممكن تجاوب لك على اسئله ثانيه يعني بالس البي برضو من الحياة المهمة اللي حقولناها مبارح. أيوة شكرا لك يا دكتور كثير صراحة الإجابة جميلة جدا شكرا. الله يبارك فيك. سؤال ثاني. ديلا واحد ونص واحد وثلاث. طيب ممكن الدكتور أنور تفضل. والله ما عندي أي سؤال ولا حاجة. الله يجزيك خير لو عايز تختم يعني قصدي. ايوه خلاص انه يبدا اليوم الثالث بتاع الحمد لله في التدريب. لو في اي حاجات ثانيه يا اخوانا محتاج متابعه ولا كده الناس تتابعها عبر الجروب بتاع الواتساب. في ناس بيرسلوا لي رسائل في الخاص سواء في الفيسبوك ولا الواتساب. الرسائل بتكون كثيره ما بقدر اشوفها. لو في سؤال نكون زي يقولوا سيلف هيلبنج جروب الناس اخذت السؤال في الجروب وفي الغالب عن الدرجات الخبره متفاوته من دكتور رياس لحد باقي الاساتذه الموجودين ممكن يجاوبوا على الاسئله كده. يكون الكونفرسيشن بتاعنا في الجروب بتاع الواتساب. تمام شكرا جزاكم الله خيرا يا شباب. شكرا بارك الله فيكم. الله يديكم شكرا جزيلا.